السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله معانا اول حلقة في منهج كونكت بلس KG2 الترم الاول. كل سنة وانتوا طيبين، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. منهج كونكت بلس هو منهج جميل جدا زي ما عرفنا السنة اللي فاتت، بيعلمنا حاجات كتير قوي. الحاجات اللي بيعلمها لنا بتنقسم لعدة أقسام. طبعا بيبقى أول حاجة بنتعلمها هي بعض الكلمات، كلمات جديدة بتبقى أول مرة ناخدها وبتبقى سهلة وجميلة وبسيطة. بنتعلم كمان بعض القواعد أو بعض الجرامر، حاجات بتبقى بسيطة جدا، ازاي نبني جملة بشكل سليم لما نقولها لأي حد يفهمنا واحنا بنقولها بشكل صحيح. بنتعلم كمان النطق او الفونكس، ازاي ننطق الحروف المختلفة في الكلمات المختلفة. وبنتعلم كمان حاجة اسمها اللايف سكيلز او المهارات الحياتية، مهارات الحياة، ازاي نتصرف في المواقف المختلفة، ازاي مثلا نكسب اصدقاء جدد او make new friends، solving problems او حل المشاكل. بنتعلم كمان حاجة اسمها values او القيم. وبنتعلم كمان جزء خاص بالماس او بالرياضيات، وده بيبقى جزء بسيط بيدينا فكرة عامة خاصة بالماس او بالرياضيات، ده طبعا الى جانب الجزء الخاص بالماس جورنال او بكراس الرياضيات اللي بيبقى موجود مع كتابنا اللي هو كتاب ديسكوفر. النهاردة هناخد جزء من يونت 1، والترم الاول عندنا فيه 4 يونتس او 4 وحدات. يونت 1 بتاعتنا اسمها I can jump يعني انا استطيع ان اقفز. I يعني انا، can يعني استطيع، jump يعني يقفز. وطبعا يا اصحابي في فرق كبير بين 3 كلمات، الثلاثة معناهم يقفز. jump زي ما احنا عارفين اللي هي J-U-M-P، هو ان انا اقفز برجلي الاثنين، اقفز بجسمي كله زي ما احنا شايفين صديقتنا في الصورة دي بنط بجسمنا كله في الهواء، ده اسمه jump يعني يقفز، وده القفز اللي مقصود بيه كلمة jump، ان احنا بننط بجسمنا كله برجلينا الاثنين. وفي فرق بينها وبين كلمة اسمها كلمة hop يعني يقفز، بس ده بينط على رجل واحدة زي ما بنلعب مع اصحابنا واحنا بنتسابق واحنا بننط على رجل واحدة. ان احنا ننط على رجل واحدة ده اسمه hop زي صديقتنا هنا ما هي بتنط على رجل واحدة، ده اسمه hop. ففي فرق كبير بين كلمة jump يعني يقفز، وده بيقفز بجسمه كله، وكلمة hop يعني بيقفز على رجل واحدة اللي هو بيقفز على قدم واحدة. فعنوان الوحدة زي ما قلنا اسمه I can jump يعني أنا أستطيع، كان يعني يستطيع، وjump يعني يقفز. وطبعا عندنا بعض الكلمات الجميلة قوي لازم نتعلمها النهاردة مع بعض. أول كلمة هي كلمة same يعني نفس الشيء. لما أقول على حاجة إن هي the same يعني هي نفس الشيء، هي تبقى الأصل من الحاجة التانية اللي أنا بتكلم عليها. same هو نفس الشيء، يعني مثلا أنا معايا كشكول وأخويا معاه نفس الكشكول بنفس الشكل ونفس الكوفر بتاع الكشكول، بنقول على الاثنين ان هما ايه the same يعني هما الاثنين نفس الشكل في كل حاجة. تاني كلمة عندنا لازم نتعلمها اللي هي different يعني مختلف. different يعني مختلف. مرة كمان different يعني مختلف. طبعا different مختلف عكس كلمة same اللي هو نفس الشيء، يعني هنا احنا واخدين الكلمة وعكسها، same نفس الشيء عكسها طبعا كلمة different. وعندنا كمان كلمة boy يعني ولد. وعندنا كمان كلمة
girl girl يعني بنت girl يعني بنت girl يعني بنت وكلمة boy اللي هي ولد طبعا عكسها كلمة girl اللي هي بنت يبقى خدنا same يعني نفس الشيء وdifferent يعني مختلف وعندنا كلمة boy boy يعني ولد وعكسها طبعا كلمة girl girl يعني بنت وعندنا كمان كلمة hop hop يعني يقفز ويقفز على قدم واحدة زي ما قلنا من شوية hop hop يعني يقفز وعندنا كمان كلمة skip skip يعني يقفز وهنا skip لازم ناخد بالنا من جزء مهم جدا ان skip هو بيقفز من على حاجة معينة ما ينفعش حد بيقفز وخلاص ده skip ده اللي هو بيقفز وبيتخطى حاجة معينة بجسمه S-K-I-P يبقى عندنا ثلاث كلمات الثلاثة معناهم يقفز jump jump يعني يقفز وده بيقفز بجسمه كله فوق في الهواء زي ما شفنا من شوية وعندنا كلمة hop hop يعني يقفز بس ده بيقفز على قدم واحدة وعندنا كلمة skip skip يعني يقفز وده بيقفز من فوق حاجة بيتخطى حاجة معينة بجسمه كله وعندنا كمان يا أصحابي كلمة كيك يعني يركل كيك كيك يعني يركل يعني يشوت وطبعا كيك زي ما احنا بنشوت الكرة بنقول كيك ذا بول بنقول كيك ذا بول كيك ذا بول يعني بيشوت الكرة كيك يعني يركل يعني يشوت زي صديقنا ده مثلا وعندنا كلمة سوام سوام يعني يسبح يعوم سوام 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 يعني يسبح يعني يعوم طبعا لما بنيجي نعوم في المية ولازم اوضح لكم يا اصحابي ان احنا ممكن نقول skip the rope يعني نقفز الحبل او نتخطى الحبل ممكن كمان نقول jump rope jump rope يعني نقفز الحبل لان jump زي ما قلنا من شوية معناها بننط بجسمنا كله لفوق فرجلينا الاثنين ما يكونوش لامسين الارض وskip برضو بتيجي بمعنى ان احنا بننط من فوق حاجة بجسمنا كله وبنتخطاها فينفع نقول jump rope وينفع كمان نقول skip the rope او نحن بننط من فوق الحبل الاثنين ليهم نفس المعنى وعندنا كمان كلمة run run يعني يجري run run يعني يجري r u n run يعني يجري زي صديقنا اللي بيجري ده وعندنا كمان كلمة climb climb يعني يتسلق وطبعا البي في اخر الكلمة هنا وقبل منها ام فهي جاية سايلنت عندنا دروس ازاي ننطق الحروف المختلفة باشكالها المختلفة في الفونكس دروس تأسيس اللغة الانجليزية تقدروا تتفرجوا عليها علشان تنطقوا الحروف بشكل سليم هي مبسطة الموضوع جدا فعندنا climb climb يعني يتسلق climb climb يعني يتسلق C-L-I-M-B climb climb يعني يتسلق زي صديقنا ده مثلا هو بيتسلق طالع السلم او ممكن واحد بيكون بيتسلق شجرة مثلا اسمها climb وعندنا كلمة aunt aunt يعني عمة او خالة aunt aunt يعني عمة او خالة aunt aunt يعني عمة او خالة A-U-N-T aunt aunt يعني عمة او خالة وعندنا كمان كلمة uncle 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 يعني عم او خال uncle uncle يعني عم او خال U-N-C-L-E uncle وعندنا كمان كلمة cousin cousin يعني ابن العم او الخال cousin cousin يعني ابن العم او ابن الخال او ابن العم او ابن الخالة ده اسمه cousin C-O-U-S-I-N cousin cousin يعني ابن العم او ابن الخال او ابن العم او ابن الخالة وعندنا كمان كلمة parents parents يعني الوالدين بابا وماما مع بعض اسمهم parents parents يعني الوالدين parents parents يعني الوالدين P-A-R-E-N-T-S parents والكلمات اللي احنا قلناها دي اصحابي مهم جدا ان احنا نكون حافظينها وعارفينها كويس قوي لان دي الكلمات المهمة في يونت 1 الوحدة الاولى
وهي بتشرح لنا بعض الحركات اللي احنا ممكن نقوم بيها وبعض الرياضات زي مثلا لما بنيجي نتحرك ونعمل جامب ان احنا ننط بجسمنا كله او نعمل هوب وننط على رجل واحدة او نعمل سكيب وننط من فوق حاجة او نعمل سوام ونسبح. فهي بتعلمنا انواع الحركات المختلفة اللي ممكن نعملها وكمان بتكلمنا عن بعض الرياضات اللي احنا ممكن نلعبها وكمان بتعرفنا العلاقة بين القرايب واسماء قرايبنا الانت وانكل وكازن وبيرنتس بيرنتس يعني والدي. واخر حاجة هناخدها في درس النهاردة يا اصحابي الجزء بتاع الهاند رايتنج. الهاند رايتنج او الكتابة بخط اليد والفونكس. الفونكس الصوتيات ونطق الحروف. احنا بنتعلم في يونت 1 او الوحدة الاولى ازاي نكتب حرف الكي 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 كي. قولوا ورايا كي 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 زي كلمة كيك 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 يعني يركل. كيك 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 يعني يركل أو يشوط. وزي كمان كلمة إنك 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 يعني حبر. إنك 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 يعني حبر. وزي كمان كلمة كس 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 يعني يقبل. كس 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 يعني يقبل. وزي كمان كلمة مونكي 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 يعني قرد. مونكي 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 يعني قرد. وزي كلمة كريم يعني اسم كريم 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 اللي هو اسم كريم زي ما احنا عارفين. وزي ما احنا شايفين قدامنا يا اصحابي ده شكل حرف الكي هو بيتكتب. دي طريقة كتابة حرف الكي الكابيتال والكي سمول. وطبعا عايزكم تتعلموا ازاي تكتبوا الكي بشكل سليم وتتدربوا على كتابتها كتير جدا لحد ما تعرفوا تكتبوها بشكل صحيح. وعندنا كمان حرف ال W W W W وطبعا هو بيتنطق و و و زي مثلا في كلمة water 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 يعني مية. water water يعني مية. وزي كلمة web 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 يعني شبكة. web 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 يعني شبكة. وزي كلمة windy 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 يعني عاصف أو مليء بالرياح. windy windy لما الجو بيبقى فيه هواء شديد ورياح شديدة بنقول عليه windy. وزي كمان كلمة cow 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 يعني بقرة. وزي كلمة winter 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 يعني شتاء. winter 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 يعني شتاء. winter winter يعني شتاء. وبكده نكون انهينا اول جزء في يونت 1 او في الوحدة الاولى الخاصة بالترم الاول. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس واستفدت اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان. وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهج
كونكت بلس كي جي 2 الترم الاول، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بنكمل مع بعض الشرح وهنبتدي نشرح يونت 2. يونت 2 او الوحده الثانيه ماي كوميونيتي. ماي كوميونيتي يعني المجتمع بتاعي، المجتمع اللي انا عايش فيه. ماي هي أداة الملكية الخاصة بي أنا، أي حاجة بقول عليها ملكي خاصة بي بتاعتي بقول عليها ماي. ماي يعني ملكي يعني خاص بي. كوميونيتي، كوميونيتي يعني المجتمع، مجتمع يعني الناس اللي موجودين حواليا والمكان اللي أنا عايش فيه ده اسمه كوميونيتي. كوميونيتي يعني المجتمع، مجتمع يعني ناس ومكان أنا عايش وسطيهم. ماي كوميونيتي يعني مجتمعي. ولازم نتعرف في يونت 2 على بعض المهن، بعض الوظائف اللي الناس بتقوم بيها وبتشتغل بيها في المجتمع بتاعنا. اول وظيفة او اول مهنة هي author. author يعني مؤلف، يعني كاتب. الشخص اللي بيكتب الكتب والقصص والروايات ده اسمه author. 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 مرة كمان author. 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 author يعني مؤلف يعني كاتب. تاني مهنة عايزين نتعرف عليها هي البيكر. baker يعني خباز. baker. 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 مرة كمان baker. 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 وطبعا يا أصحابي أسماء الوظائف اللي هنقولها النهاردة دي حفظ، ولازم نحفظها كويس قوي لأنها الكلمات الخاصة بيونت 2 زي ما قلنا من شوية وهي مهمة. baker. 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 baker يعني خباز، الشخص اللي بيعمل لنا العيش وبيعمل لنا الكيك وبيعمل لنا المخبوزات المختلفة ده اسمه baker. تالت وظيفة أو تالت مهنة عايزين نتعرف عليها هي doctor. 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 doctor يعني طبيب، الشخص اللي احنا بنروح له واحنا لا قدر الله عيانين ده اسمه الدكتور، كلنا عارفين. مرة كمان دكتور. 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 رابع وظيفة او رابع مهنة لازم نتعرف عليها هي الفارمر. فارمر. فارمر. فارمر يعني فلاح يعني مزارع، الشخص اللي بيزرع لنا الفاكهة والخضار اللي احنا بناكلهم وبنستفيد بيهم في حياتنا ده اسمه الفارمر. فارمر يعني فلاح يعني مزارع. مرة كمان فارمر. 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 خامس وظيفة لازم نتعرف عليها ونكون عارفينها كويس هي الفاير فايتر. فاير فايتر يعني رجل المطافي، رجل الإطفاء. فاير فايتر. فاير فايتر. فاير فايتر. مرة كمان فاير فايتر. firefighter. firefighter. سادس مهنة او سادس وظيفة لازم نكون عارفينها مع بعض scientist. scientist او عالم، الشخص العالم المخترع اللي بيعمل لنا الاجهزة اللي بنستخدمها في حياتنا، الادوية اللي احنا بنتعالج بيها، الحاجات اللي بتخلي حياتنا اسهل وافضل ده اسمه scientist. 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 scientist يعني عالم. مرة كمان scientist. 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 وبكده نكون عرفنا ستة من أهم الوظائف اللي ممكن يكونوا موجودين في المجتمع بتاعنا. أول حاجة الأوثر، وبعدين البيكر، وبعدين الدكتور، الفارمر، الفايرفايتر، والساينتست. تاني حاجة عايزين نعرفها ونتعرف عليها هي بعض الأماكن اللي موجودة في البيت بتاعنا اللي احنا عايشين فيه. أول حاجة باثروم. 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 باثروم يعني حمام. مرة كمان باثروم. 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 تاني مكان لازم نتعرف عليه ونبقى عارفينه بيدروم. 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 بيدروم يعني غرفة النوم. بيدروم. 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 وطبعا لازم نبقى عارفين ان البيت اللي احنا عايشين فيه اسمه هاوس. house. house. مرة كمان
house house house. لازم كمان نكون عارفين ان المطبخ يعني kitchen kitchen kitchen. مرة كمان kitchen kitchen kitchen. وطبعا كلنا عندنا في بيتنا مكان بنقعد فيه نتفرج فيه على التلفزيون، نعمل فيه ناخد فيه بريك ونقعد نرفه عن نفسينا شوية. المكان ده بيبقى اسمه living room. living room يعني غرفة المعيشة. living room living room living room. مرة كمان living room living room living room. كمان لازم يا أصحابي بعد ما عرفنا الوظائف المختلفة وعرفنا بعض الأماكن الموجودة في البيت اللي احنا بنعيش فيه، لازم نعرف يعني ايه بلد. البلد اللي احنا عايشين فيها، المكان الكبير اللي بيضم المدينة اللي احنا عايشين فيها ومدن تانية كتير، ده اسمه country 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 country. يعني بلد country 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 country. يعني بلد أو يعني دولة. الدولة أو البلد هي مكان كبير بنعيش فيه في مدن صغيرة أصغر منه، بيضم المدن دي كلها مع بعض، ده اسمه country country أو بلد. وبلدنا الحبيبة طبعا هي مصر اللي هي Egypt in English language. أصغر من الكنتري أو البلد اللي هي الدولة اللي بتضمنا كلنا، المكان أو المدينة اللي احنا موجودين فيها دي اسمها city 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 city. يعني مدينة، مدينة اللي هي المكان اللي بيبقى موجود فيه مباني وشوارع مرصوفة وعربيات بتروح وبتيجي، ده اسمه مدينة. مدينة يعني city city city. مرة كمان city city يعني مدينة. طبعا في فرق بين المدينة والقرية، زي ما قلنا المدينة بيكون فيها مباني كتير، فيها شوارع مرصوفة، فيها عربيات بتروح وبتيجي طول الوقت، فيها متاجر ومحلات، في حاجة زي المدينة بيعيش فيها الناس برضو، وهي القرية بيبقى فيها بقى أراضي مزروعة أكتر، فيها شوارع أقل، بيبقى فيها مباني أقل، لأن هي بتبقى موجود فيها زراعة أكتر ومكان فيه زرع وخضرة جميلة وهواء نقي أكتر. دي اسمها قرية. قرية يعني village 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 يعني قرية، يعني مكان برضو بيعيش فيه الناس زي السيتي بالظبط أو المدينة بالظبط، بس بيبقى فيه أراضي مزروعة أكتر وفي مباني أقل، فدي اسمها village village أو قرية. وطبعا لازم نكون عارفين ان السيتي والفيليج الاثنين، المدينة والقرية، بيبقوا مكان صغير موجود جوه الكانتري. الكانتري او الدولة البلد، يعني الدولة او البلد بيبقى فيها مجموعة سيتيز او مدن، يعني كذا مدينة مع بعض، وبيبقى فيها كمان مجموعة فيليجز او قرى، يعني هي بتضم كذا مدينة وكذا قرية. فالكانتري او البلد الدولة هي مكان كبير بيضم المدينة اللي احنا عايشين فيها ومدن تانية كتير، او بيضم القرية اللي احنا عايشين فيها وقرى تانية كتير. وبالنسبة للمدينة او القرية السيتي او الفيليج اللي احنا ممكن نكون عايشين في واحدة منهم، بيبقى موجود جواها شوارع. شارع يعني ستريت، شارع يعني ستريت، اللي هو الطريق اللي بيبقى موجود جوا المدينة او جوا القرية، ده اسمه ستريت ستريت يعني شارع. مرة كمان ستريت 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 يعني شارع. طبعا اي مكان بنكون عايشين فيه سواء سيتي او فيليج اللي هما بيبقوا موجودين جوه الكانتري او البلد اللي احنا موجودين فيها، بيبقى في حاجة بتوصف المكان ده وبتحدد التفاصيل بتاعته، الأماكن اللي جواه، الشوارع والعناوين المختلفة، المتاجر المختلفة، حتى المستشفيات والمطارات. الأماكن الكبيرة والصغيرة اللي موجودين في المكان اللي احنا عايشين فيه ده بتبقى موجودة على حاجة اسمها map. map يعني خريطة. يعني أي مكان ممكن نروحه في الدنيا
لازم يبقى ليه ماب او خريطة. الخريطة دي بتوضح لنا تفاصيل المكان ده كلها، هو قد ايه، الاماكن اللي موجودة فيه والعناوين اللي موجودة فيه، المباني اللي موجودة فيه. فالماب او الخريطة بتحدد لنا تفاصيل الكوميونتي او المجتمع اللي احنا عايشين فيه. فمرة تانية، خريطة يعني ماب. مرة كمان، ماب. وطبعا اي كانتري او اي بلد في الدنيا بيبقى ليها علم بيميزها عن البلاد التانية. العلم يعني flag يعني علم. مرة كمان، flag. وطبعا علم بلدنا الحبيبة مصر بيتكون من 3 ألوان، اللي هو الأحمر وبعدين الأبيض وبعدين الأسود في الأسفل. وموجود في وسط العلم نسر جميل باللون الذهبي. فعايزين نعرف يعني ايه نسر. نسر يعني إيجل. مرة كمان، إيجل. وبكده نكون عرفنا الكلمات الهامة في يونت 2 My Community، أو المجتمع بتاعي مجتمعي. وعندنا في يونت 2 الفونكس والهاند رايتنج، خاصين الفونكس أو الصوتيات يعني نطق الحروف، والهاند رايتنج الكتابة باليد، خاصين بحرفين مهمين قوي. أول حرف هو حرف الجي. حرف الجي زي ما احنا شايفين قدامنا، وهو بيقابلنا في كلمات مختلفة. أول حاجة ممكن يكون بيقابلنا في كلمة goat يعني ماعز. مرة كمان، goat. وممكن كمان يقابلنا في كلمة زي كلمة green يعني أخضر، لون أخضر. green. ممكن كمان يقابلنا في كلمة زي كلمة goodbye يعني مع السلامة. goodbye. كمان بيقابلنا في كلمة زي كلمة frog. مرة كمان، frog يعني ضفدع. وطبعا حرف الجي زي ما واضح قدامنا في الكلمات المختلفة بيتنطق كأنه حرف جيم في اللغة العربية، جا. goat. green. goodbye. frog. وطبعا ده الفونكس او النطق الخاص بحرف الجي، وزي ما احنا شايفين قدامنا هو بيتكتب بالشكل ده، ودي طريقة الكتابة الخاصة بيه. لازم نتدرب عليها كويس، نعرف نكتبه بشكل صحيح. لو انت ما تعلمتش لسه تكتبه بشكل صحيح، وقف الفيديو، شوف خطوات الكتابة الخاصة بحرف الجي، شغل الفيديو تاني، اتأكد ان انت بتعرف تكتبه بشكل صحيح. تاني حرف عندنا هو حرف الاف. اف وهو طبعا شبيه بنطق حرف الف في اللغة العربية، ف ف ف ف ف ف. فبنحس ان في هوا بيخرج من بقنا خفيف واحنا بنقول ف ف ف. وبيقابلنا في كلمات مختلفة زي كلمة flag يعني علم. flag. وكمان كلمة زي كلمة fish يعني سمكة. fish. وكمان كلمة زي كلمة frog يعني ضفدع زي ما قلنا من شوية. frog. وزي ما احنا شايفين قدامنا دي الطريقة اللي بيتكتب بيها حرف الاف. لازم نعرف نكتب حرف الاف بشكل صحيح، لازم نتدرب على الكتابة بتاعته، اتمرنوا على الكتابة بتاعته، شوفوا الخطوات بتاعة الكتابة بتاعته،
مرة واثنين وثلاثة، وحاولوا تكتبوا بشكل صحيح لحد ما تقدروا تكتبوه لوحديكم بشكل سليم. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من الدرس. لو استفدت من الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس KG2 ترم 1 الترم الاول. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا المرات اللي فاتت شرح يونت 1 I can jump و يونت 2 my community. النهاردة هنشرح يونت 3 الوحدة التالتة let's go outside. let's go outside دعنا نذهب للخارج. let's يعني دعنا، let us هي اختصار ل let us. let us يعني دعنا خلينا، go go يعني نذهب، outside outside إلى الخارج، outside يعني إلى الخارج. let's go outside دعنا نذهب للخارج. والكلمات الخاصة بunit 3 أول كلمة لازم نعرفها هي كلمة garden. garden 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 يعني حديقة. garden يعني حديقة. garden garden garden. تاني كلمة هي كلمة flower. flower 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 يعني زهرة يعني وردة. flower flower flower. تالت كلمة هي كلمة plant. plant 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 يعني نبات. plant plant plant. لازم كمان يا أصحابي نبقى عارفين يعني إيه بي. بي يعني نحلة، زي النحلة صديقتنا الشقية بيزي بي. بي 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 يعني نحلة. وكمان لازم نكون عارفين يعني إيه بيرد. بيرد 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 يعني طائر. مرة كمان بيرد بيرد bird bird يعني طائر. كمان لازم نكون عارفين احنا ممكن نشوف في الخارج او outside ال butterfly. butterfly يعني فراشة. butterfly butterfly butterfly. مرة كمان butterfly butterfly butterfly. كمان هنشوف ايه outside؟ أكيد هنشوف في السماء moon. moon يعني قمر. moon moon moon. مرة كمان moon moon moon. كمان ممكن نشوف star. star star يعني نجمة. star star star. مرة كمان star star star. ولازم نكون عارفين يعني ايه sky. sky يعني سماء. sky sky sky. مرة كمان sky sky sky. كمان يا أصحابي من الكلمات اللي لازم نعرفها مع بعض هي كلمة shadow.
shadow 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 يعني ظل. الظل بتاعنا واحنا ماشيين على الارض في النور ده اسمه shadow. مرة كمان shadow shadow shadow. لازم كمان نكون عارفين ان وقت النهار اليوم بالنهار والصبح طالع ده اسمه day day او daytime. day يعني نهار يعني وقت النهار day 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 وكمان معناها يوم. فday بتيجي بمعنى يوم وبتيجي بمعنى وقت النهار. مرة كمان day day day. أما بالليل فيعني night 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 يعني الليل. مرة كمان night night night. وفي مجموعة من الأفعال يا أصحابي لازم نكون عارفينها، يعني مثلا لازم نعرف لما بنصحى الصبح نقوم من النوم دي اسمها get up. get up يعني يستيقظ. get up get up get up. مرة كمان get up get up get up. ولما نيجي نروح ننام بالليل ده اسمه go to bed go to bed go to bed go to bed يعني يذهب لينام يذهب للنوم. مرة كمان go to bed go to bed go to bed go to bed. ولما نيجي نروح المدرسة بتاعتنا الصبح ده اسمه go to school. go يعني يذهب، to إلى school المدرسة. go to school يعني يذهب إلى المدرسة. go to school go to school go to school. مرة كمان go to school go to school go to school. طب لما بنصحى الصبح يا أصحابي المفروض إن احنا بنأكل الفطار بتاعنا. يأكل يعني eat eat يعني يأكل، وإفطار يعني breakfast breakfast يعني إفطار. فيأكل الإفطار ده اسمه eat breakfast eat breakfast eat breakfast. مرة كمان eat breakfast eat breakfast eat breakfast. طب وقت الغدا بعد ما بنرجع من المدرسة بيبقى وقت الغدا. يأكل زي ما قلنا يعني eat. طب غداء يعني ايه؟ غداء يعني lunch lunch يعني غداء. فيأكل الغداء معناها eat lunch eat lunch eat lunch eat lunch يعني يأكل الغداء يتغدى. eat lunch eat lunch eat lunch. وبالنسبة للعشاء يا أصحابي يعني dinner dinner يعني عشاء. فيأكل العشاء أو يتعشى ده اسمه eat dinner eat dinner eat dinner. مرة كمان eat dinner eat dinner eat dinner. وبكده نكون عرفنا الكلمات والأفعال الهامة في unit 3 let's go outside أو دعنا نذهب للخارج، والفونكس الخاصة بـ unit 3 أو الوحدة الثالثة هي خاصة بحرف الـ L وحرف الـ Y وحرف الـ X. فأول حاجة حرف الـ L زي ما احنا شايفين قدامنا هو بيتكتب بالشكل ده، وبيقابلنا في كلمات مختلفة زي كلمة lunch lunch يعني غداء lunch lunch lunch. وبيقابلنا كمان في كلمة زي كلمة leg leg يعني ساق أو رجل leg leg leg. وبيقابلنا كمان في كلمة زي كلمة lemon 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 يعني ليمون lemon lemon lemon. وزي ما احنا شايفين يا أصحابي حرف ال L بيتنطق بشكل قريب جدا
شبه حرف اللام. ال 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 زي كلمة lunch lunch lunch. leg leg leg. وكمان lemon lemon lemon. تاني حرف لازم نكون عارفين ازاي بنكتبه او الهاند رايتنج بتاعه بيبقى عامل ازاي، والفونكس الخاصة بيه او الصوتيات الخاصة بيه تبقى عاملة ازاي، هو حرف الواي. اول حاجة زي ما احنا شايفين قدامنا يا اصحابي، دي طريقة كتابة حرف الواي، لازم نتعلم ازاي نكتبه بشكل صحيح. تاني حاجة، حرف الواي بيقابلنا في كلمات مختلفة، فزي كلمة yes 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 يعني نعم. مرة كمان yes yes yes. وبيقابلنا كمان في كلمة زي كلمة yogurt 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 يعني زبادي. مرة كمان yogurt yogurt yogurt. وبيقابلنا كمان في كلمة زي كلمة yellow 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 يعني اللون الأصفر. yellow 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 يعني أصفر. وزي ما احنا شايفين يا أصحابي حرف الواي بيتنطق كأنه يه في اللغة العربية، بس بيكون تحت منها كسرة فبيتقال ي ي ي ي زي كلمة yes yes yes. وبيبقى يه وراها واو زي كلمة yogurt yogurt yogurt. وبيبقى يه تحت منها كسرة زي ما قلنا زي كلمة yellow yellow yellow، فهو بيكون شبه حرف اليه أو الياء في اللغة العربية ي ي ي. وآخر حرف معانا عايزين نعرف الهاند رايتنج بتاعه أو الكتابة الخاصة بيه ازاي بنكتبه بشكل صحيح، والفونكس أو الصوتيات الخاصة بالحرف ده في الكلمات المختلفة، هو حرف الإكس. حرف الإكس بيتكتب بشكل ده زي ما احنا شايفين قدامنا، دي الطريقة الخاصة بكتابة حرف الإكس، لازم نكون عارفين بنكتبه ازاي بشكل صحيح. أما حرف الإكس بيقابلنا في كلمات مختلفة زي كلمة box 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 يعني صندوق. مرة كمان box box box. وزي كمان كلمة fox 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 يعني ثعلب. fox fox fox. وزي كلمة sex 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 رقم ستة sex sex sex. وزي ما احنا شايفين قدامنا حرف الاكس بيتنطق كس كس كس، كاف صغيرة خالص وبعد منها اس طويلة شوية فبننطقه كس كس كس، زي فوكس فوكس فوكس، وزي بوكس بوكس بوكس، وزي سكس وزي سكس سكس سكس. كده نكون انهينا شرح يونت 3 Let's Go Outside. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي، النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس
KG2 الترم الأول، والنهاردة معانا كتاب الأكتيفيتي بوك، كتاب التدريبات. هنحل منه بعض التدريبات على الجزء اللي أخدناه، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا ده الكونتنتس، المحتوى، واحنا اخدنا المحتوى بتاع كتاب كونكت بلس واتكلمنا عنه المرات اللي فاتت، وهو باختصار هو ام اي، ده المحور الاول. يونت 1 اي كان جامب، يونت 2 ماي كوميونيتي، وبعد كده في ستوري جميله اسمها ماي فارم فلاج. ماي فارم فلاج العلم بتاع المزرعة بتاعتي، لو انا عندي مزرعة العلم بتاعها هيكون شكله عامل ازاي. المحور التاني the world around me، العالم من حولي. unit 3 let's go outside، unit 4 it's a party، والستوري اللي موجودة بعد كده او القصة اللي موجودة في اخر الكتاب واسمها the zoo او حديقة الحيوانات. ونتنال الجزء اللي بعد كده. اول صفحة يا اصحابي في الاكتيفيتي بوك، كتاب التدريبات الخاص بكونكت بلس كي جي 2، اسمها let's remember، دعنا نتذكر. هنفتكر بعض الكلمات اللي اخدناها السنة اللي فاتت، احنا دلوقتي بقينا كبار وبقينا شاطرين في كي جي 2، عايزين نفتكر بعض الحاجات اللي خدناها السنة اللي فاتت، وبعدين نبدأ ناخد الكلمات والاسئلة بتاعت المنهج الجديد. فlet's remember، دعنا نتذكر. هنا مدينا مجموعة صور، كل صورة تحت منها كلمتين، كلمة خاصة بالصورة، اسم الصورة يعني، والكلمة التانية هي كلمة غلط. المفروض ان احنا نشوف الصورة وبعدين نختار الكلمة الصحيحة الخاصة بالصورة. فصديقتنا بيزي بي هنا بتقول لنا look انظر read اقرأ and circle، and circle وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. فأول صورة فيها صورة إنسان آلي، ومكتوب تحت منه كلمة دول يعني عروسة، وروبوت يعني إنسان آلي. هل يا ترى ده دول ولا روبوت يا أصحابي؟ شاطرين كلكم، ده روبوت طبعا. فنعمل حوالين كلمة روبوت سيركل زي ما احنا شايفين قدامنا، لأن هي دي الإجابة الصحيحة. تاني صورة فيها صورة طاقية، ومكتوب تحت منها أبرون يعني مريالة مطبخ، وكاب يعني طاقية. هل يا ترى ده أبرون ولا كاب؟ شاطرين كلكم، ده كاب طبعا، لان هي دي طاقية زي ما قلنا من شوية. تالت صورة فيها صورة ارنب جميل، ومكتوب تحت منها كلمة هن ورابت. هن يعني دجاجة، ورابت رابت يعني ارنب. هل يا ترى ده هن ولا رابت يا اصحابي؟ شاطرين كلكم، ده رابت. فهنعمل سيركل حوالين كلمة رابت زي ما احنا شايفين قدامنا. رابع صورة يا أصحابي فيها صورة أوراق النبات الجميلة دي، ومكتوب تحت منها leaves يعني أوراق نبات، وfruit يعني فاكهة. هل يا ترى دي leaves ولا fruit؟ شاطرين كلكم، طبعا دي leaves أو أوراق نبات زي ما قلنا من شوية. فهنعمل circle حوالين كلمة leaves زي ما احنا شايفين قدامنا. طب الصورة number 5 فيها عجلة جميلة، عجلة أو دراجة، ومكتوب تحت منها bicycle أو دراجة عجلة، وbus يعني أتوبيس. هل يا ترى دي bicycle ولا باص يا أصحابي؟ شاطرين طبعا دي bicycle أو عجلة، فنعمل حواليها سيركل زي ما احنا شايفين قدامنا. الصورة number 6 فيها دايرة مصمتة متظللة يعني، مكتوب تحت منها circle يعني دائرة، وsquare يعني مربع. هل يا ترى دي circle ولا square يا أصحابي؟ شاطرين هي circle، فنعمل حوالين كلمة circle دائرة زي ما احنا شايفين قدامنا. طب الصورة number 7 موجود فيها صورة يد، مكتوب تحت منها hand وfoot. هل يا ترى دي hand يعني يد، ولا foot يعني قدم؟ شاطرين طبعا هي hand زي ما قلنا من شوية، فهنعمل حوالين كلمة hand circle زي ما احنا شايفين قدامنا. الصورة number 8 موجود فيها ست سيدة كبيرة كده، ومكتوب تحت منها كلمة child يعني طفل،
وأدلت أدلت يعني كبير، حد شخص كبير. هل يا ترى دي child ولا adult؟ شاطرين، هي adult، فنعمل حوالين كلمة adult circle لأن هي فعلا شخص كبير. وآخر صورة موجود فيها طفل صغير ماسك مظلة أو umbrella واقف في مطر، ومكتوب windy. windy يعني مليء بالهواء أو عاصف يعني، وكمان مكتوب rainy. rainy أو ممطر. هل يا ترى ده windy ولا rainy يا أصحابي؟ شاطرين، طبعا ده rainy أو ممطر، فهنعمل circle حوالين كلمة rainy زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا. ومعانا في البيج دي يا اصحابي لسه let's remember او دعنا نتذكر، وفي مجموعة صور. طبعا اول حاجة هو مقسم لنا الصور لاربع حاجات: clothes، clothes يعني ملابس، toys، toys يعني العاب، و food، food يعني طعام، و animals، animals يعني حيوانات. فمدينا مجموعة صور في النص بيقول لنا وصل كل صورة من الصور دي بالحاجة الخاصة بيها. هل يا ترى هي clothes، clothes او ملابس، ولا toys، toys العاب، ولا food، food طعام، ولا animals، animals حيوانات. وبيزي بي بتقول لنا هنا read، read، read اقرأ، trace، trace تتبع بقلمك الرصاص، and a match، and a match ووصل. هنعمل read، هنقرأ اسماء الصور اللي موجودة في جناب الصفحة دي اللي هي clothes، clothes او ملابس، toys، toys او العاب، food، food او طعام، و animals، animals او حيوانات. كده احنا عملنا read. هنعمل trace، هنمشي بالبنسل بتاعنا وبقلمنا الرصاص على الدوتس او النقط الخاصة بكلمات كل واحدة منهم. واخر حاجة بتقول لنا match، match هنوصل كل صورة من الصور اللي في النص دي بالحاجة اللي هي بتنتمي ليها. وبيقول لنا say، طبعا say وانت بتوصل اسم الحاجة دي خاصة بايه. هل يا ترى هي clothes ولا toys ولا food ولا animals؟ فزي ما احنا شايفين يا اصحابي اول صورة فيها صورة الترين او القطر ده، وهو موصلها طبعا بالتويز لان هو قطر لعبة. طب تاني صورة فيها صورة الجاكيت، الجاكيت الجميل ده. هل يا ترى الجاكيت ده clothes ولا toys ولا food ولا animals؟ شاطرين، طبعا هو closes، فنوصله بالcloses بالشكل ده. طب الصورة اللي بعد كده فيها الكابج، الكابج او الكرومب، الكابج او الكرومب. هل يا ترى هو closes ولا toys ولا food ولا animals؟ شاطرين، طبعا هو زي ما احنا شايفين قدامنا هو food او طعام، فهنوصله بالفود او بالطعام. طب تالت صورة فيها جراف، جراف او زرافة. هل يا ترى الجراف او الزرافة closes ولا toys ولا food ولا animals؟ شاطرين، طبعا هي animals او حيوان، من او هي من الحيوانات، فهنوصلها بالanimals. شاطرين كلكم. الصورة الرابعة فيها دول، دول او عروسة. هل يا ترى الدول او العروسة closes ولا toys ولا food ولا animals؟ شاطرين، طبعا الدول هي toy او عروسة، فهنوصلها بالtoys اللي زيها. طب الصورة اللي بعد كده فيها shorts، shorts او short بنطلون قصير. هل يا ترى ده closes ولا toys ولا food ولا animals؟ شاطرين، طبعا هو closes زي ما احنا شايفين قدامنا، فنوصله بالحاجة اللي هو تبعها اللي هي الكلوزس. طب بعد كده في طبق سلطة جميل. هل يا ترى السالاد او السلطة closes ولا toys ولا food ولا animals؟ شاطرين، طبعا هي food، فهنوصلها بالفود. طب بعد كده في صورة monkey، monkey او قرد. هل يا ترى المونكي closes ولا toys ولا food ولا animals؟ شاطرين، طبعا هو animal، فهنوصله بالanimals اللي هو تبعهم. طب الصورة اللي بعد كده فيها teddy bear، teddy bear او دبدوب لعبة. هل يا ترى teddy bear closes ولا toys ولا food ولا animals؟ شاطرين، طبعا هو toy من التويز الجميلة ودبدوب لعبة، فهنوصله باللعب اللي هو تبعها. طب بعد كده في صورة skirt،
سكيرت أو تنورة جيبة يعني. هل يا ترى السكيرت clothes ولا toys ولا food ولا animals؟ شاطرين طبعا هي clothes فنوصلها ب clothes اللي هي تبعها. وبعد كده عندنا صورة rabbit. rabbit يعني أرنب. هل يا ترى rabbit clothes ولا toys ولا food ولا animals؟ طبعا هو animal من ال animals فنوصله بال animals اللي هو تبعهم. واخر حاجة في صورة tomato. tomato او طماطماية. هل يا ترى ال tomato clothes ولا toys ولا food ولا animals؟ شاطرين طبعا هي تعتبر food او طعام فهنوصلها بالفود اللي هي تبعه. وبكده نكون انهينا حل البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل للصفحة اللي بعد كده وفيها لسه let's remember او دعنا نتذكر. بيزي بي بتقول لنا هنا look and blend. look يعني انظر and و blend blend اخلط. هنخلط الحروف مع بعض علشان نكون كلمة مفيدة. فأول صورة فيها صورة sad face أو وجه حزين وكاتبين جنبه حروف SAD اللي هي بتكون كلمة sad. فعلا بيزي بي عملت لها blend أو خلطتها مع بعض جمعتها مع بعض وكتبت هنا كلمة sad. sad أو حزين. طب الصورة اللي بعد كده فيها صورة برطمان مربى ومكتوب J-A-M. J-A-M الحروف بتاعت كلمة جام. جام يعني مربى. فالمفروض ان احنا هنكتب هنا جام J-A-M علشان هي فعلا حروف كلمة مربى اللي موجودة في الصورة. تالت صورة موجود فيها سلة قمامة سلة مهملات وموجود جنبها حروف B-I-N. B-I-N اللي هي بن. بن اللي هي سلة القمامة سلة المهملات. فنعمل بلند للحروف وهنكتبها جنب بعض زي ما احنا شايفين قدامنا. ورابع صورة موجود فيها صورة طاقية أو كاب ومكتوب جنبها C-A-B. C-A-B الحروف بتاعت كلمة كاب. كاب أو طاقية فهنكتب هنا C-A-P. والصورة نمبر 5 موجود فيها ولد شاطر بينط على رجل واحدة. واحنا عرفنا ان بينط على رجل واحدة يعني هوب. هوب يقفز على قدم واحدة. ف H-O-P هي حروف كلمة هوب يقفز على قدم واحدة فهنكتب هنا هوب زي ما احنا شايفين قدامنا. الصورة نمبر 6 فيها صورة ولد بيجري وبيجري يعني run. R-U-N مكتوب هنا حروف run. R-U-N فهنكتب هنا run. run يعني يجري. واخر صورة نمبر 7 موجود فيها صورة شبكة. شبكة او مصفى. شبكة يعني net. N-E-T. N-E-T كلمة net يعني شبكة فهنكتب طبعا هنا حروف كلمة شبكة اللي هي net. وحتى بيزي بي في المطلوب التاني بتقول لنا write and say اكتب وقول. فاحنا كتبنا فعلا الحروف جام بن كاب هوب ران نت. كتبنا عملنا رايت وعملنا ساي كمان وقلنا الكلمات اللي احنا كتبناها. ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا نوصل لاول بيج في يونت 1. I can jump. I can jump انا استطيع ان اقفز. وطبعا بيزي بي بتقول لنا هنا look انظر read اقرأ and match and match ووصل. وبتقول لنا كمان listen and check استمع وافحص. وكمان بتطلب منا ان احنا نعمل color color او نلون. فمديانا مجموعة صور. الصور دي موجودة في اعلى الصفحة ومديانا مجموعة كلمات مكتوبة بالدوتس او بالنقط موجودة في اسفل الصفحة. مديانا صورة اصحابنا دينا وآدم وصورة كورة وصورة كورة تانية وصورة نمبر 6 وصورة تيدي بير وصورة روبوت أو إنسان آلي. مكتوب هنا تحت 6 رقم 6 يعني ريد أحمر يبقى هيبقى في كورة حمراء. آدم روبوت دينا تيدي بير بلو وهيبقى في كورة زرقاء. هنختار احنا براحتنا نخلي الكورة لونها أحمر وكورة تانية يكون لونها أزرق من الكورتين اللي عندنا. فأول حاجة هنعمل لوك نظرنا خلاص
عملنا ريد كمان وقرينا الكلمات المكتوبة تحت. عايزين نعمل ماتش او نوصل كل صورة بالكلمة المناسبة بتاعتها. فاول حاجة كلمة 6 المفروض ان هي خاصة بنمبر 6 زي ما احنا شايفين قدامنا، فنوصلها بنمبر 6 بالشكل ده. تاني كلمة red او احمر هنوصلها بالكورة الاولانية زي ما احنا شايفين قدامنا. تالت كلمة ادم اسم ادم فهنوصلها بصورة ادم زي ما احنا شايفين قدامنا. وطبعا رابع كلمة مكتوب هنا روبوت او انسان الي فهنوصلها بصورة الانسان الالي او روبوت. بعد كده عندنا كلمة دينا او اسم دينا فهنوصل كلمة دينا او اسم دينا بصورة دينا. بعدين قدامنا كلمة تيدي بير او الدبدوب اللعبة الجميل بتاعنا فهنوصل كلمة تيدي بير بصورة تيدي بير. واخر كلمة مكتوبة عندنا هي كلمة بلو او ازرق فهنوصلها بالكورة التانية اللي هنلونها بلون البلو او الازرق. دلوقتي احنا عملنا ماتش او وصلنا وكمان سمعنا اسماء كل حاجة من الحاجات دي. المفروض دلوقتي مطلوب منكم يا اصحابي ان انتوا تعملوا color او تلونوا الصور الجميلة دي بألوان انتوا شايفينها صح. خلوا في كورة لونها ريد او احمر، الكورة التانية تكون لونها بلو او ازرق، ولونوا بقية الصور بالالوان اللي انتوا تحبوها. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الدرس. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، تابعوا معانا حل الاكتيفيتي بوك اول باول مع شرح المنهج كمان، وهيعرفكوا بعد كده الاسئلة بتيجي ازاي على الاجزاء اللي انتوا بتذاكروها. وما تنسوش تتفرجوا على دروس شرح منهج ديسكفر مشروحة بالكامل، وكمان الماس موجود عندكم الدروس كلها مشروحة في قوائم التشغيل على القناة. وفي الختام لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس KG2 الترم الاول، وبنحل مع بعض الاكتيفيتي بوك او في كتاب الانشطة. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. والنهاردة بنبدأ من page 9 او من صفحة رقم 9، وعنوانها read color and draw. read اقرأ، color لون، and و draw ارسم. فاحنا هنقرأ وبعدين هنلون وكمان هنرسم مع بعض. فموجود هنا في صورتين، في صورة ولد وفي صورة بنت. الصورة الاولانية موجود تحت منها he likes blue يعني هو likes يحب blue اللون الازرق. يبقى هنا لما نيجي نلون الصورة دي هنكتر شوية من اللون الأزرق لأن هو بيحب اللون الأزرق. يعني نخلي مثلا الشوز بتاعته لونها أزرق أو الحذاء بتاعه لونه أزرق وهكذا. تاني حاجة مكتوبة he likes cars يعني هو بيحب السيارات، سيارات اللعبة. يبقى احنا هنا هنعمل draw أو هنرسم حوالين الصورة بتاعت الولد ده مجموعة من الكارز، two cars او three cars، بحيث ان احنا نوضح ان هو he likes cars ان هو بيحب العربيات. وفي نفس الوقت واحنا بنعمل coloring للcars دي او للعربيات دي هنخلي فيها البلو color واضح لان هو he likes blue زي ما قلنا من شوية. تالت حاجة مكتوبة he likes apples هو يحب التفاح، فبرضه هنرسم مجموعة من الأبلز أو من التفاح هنا حواليه، وده علشان نوضح إنه he likes apples أو إن هو بيحب التفاح. وبكده عملنا read وعملنا color كمان وعملنا draw. والصورة التانية موجود فيها بنوتة جميلة ومكتوب تحت منها she likes green يعني واحنا بنلون الصورة دي
نزود شوية من اللون الأخضر لأن هي بتحبه. She likes teddy bears. She likes teddy bears. هي بتحب الدباديب اللعبة. فهنرسم مجموعة من التيدي بيرز أو من الدباديب اللعبة في الصورة بتاعتها. She likes salad. She likes salad. هي بتحب السلطة. فهنرسم طبعا مجموعة من الأطباق فيها سالاد أو فيها سلطة علشان نوضح إن she likes salad. طبعا وإحنا بنلون هنكتر شوية من الجرين كولر أو من اللون الأخضر لأن زي ما قلنا من شوية she likes green. وبكده نكون أنهينا البيج الأولانية ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معي ونوصل لبيج 10 أو صفحة رقم 10. وهنا الجزء الخاص بتاع الفونكس. الفونكس أو الصوتيات ونطق الحروف في يونت 1 أو في الوحدة الأولى. والفونكس الموجودة في يونت 1 هي الخاصة بحرف ال K وحرف ال W. K W. واحنا بننطق حرف ال K يا أصحابي بننطقه ك ك ك زي مثلا في كلمة كيك كيك كيك. وزي كمان في كلمة بوك بوك بوك. وزي كمان في اسم صاحبنا كريم كريم كريم. اما حرف ال W فهو بيتنطق و و و زي مثلا في كلمة ويب ويب ويب. ويب يعني شبكة. وزي كمان في كلمة كاو 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 يعني بقرة. وزي كمان في اسم وائل وائل وائل. فهنا بيزي بي بتقول لنا أصحابي listen and match بوصل then trace and say. then trace هتمشي بقلمك على الدوتس الخاصة بكل كلمة وهتقولها كمان. فأول حاجة مدينا صورة الولد ده وهو بيعمل kicking the ball أو بيشوت أو بيركل الكرة. ومدينا الحل بتاعها وموصلها بكلمة kick. فهنا واضح ان احنا لازم نعمل match بين الصورة أو picture والكلمة أو word المناسبة. فكل صورة من دول مفروض ان احنا نوصلها بكلمة من الكلمات المكتوبة تحت. فتاني حاجة مرسومة عندنا فيها ولد كده والولد ده المفروض ان مش واضح اسمه ايه فهنوصله باسم كريم. يبقى هنوصل البوي ده باسم كريم. وتالت صورة موجود فيها البوك او الكتاب المفروض ان احنا نوصله بكلمة بوك بوك او كتاب. وبكده نكون انهينا المجموعة بتاعت حرف الكي. المجموعة بتاعت حرف الدبليو فيها صورة شبكة. شبكة يعني ايه يا اصحابي؟ شاطرين. شبكة يعني ويب فهنوصلها بكلمة ويب. وفي صورة بقرة. بقرة يعني ايه يا اصحابي؟ شاطرين. بقرة يعني كاو يبقى هنوصلها بكلمة كاو. والولد ده واضح ان هو يبقى اسمه وائل يبقى هنوصله باسم وائل لان مفيش غير الصورة بتاعته والاختيار بتاع اسم وائل. يبقى هنوصل الصورة بتاعت البوي ده بكلمة وائل او باسم وائل. وبكده نكون انهينا حل البيج دي. والمتبقي هنا ان احنا نعمل تريس او ان احنا نمشي with our pencil بقلمنا الرصاص على الدوتس الخاصة بكلمة كيك. كيك يعني يركل. كريم كريم اسم كريم. بوك بوك يعني كتاب. ويب ويب يعني شبكة. وائل وائل يعني اسم وائل. كاو كاو يعني بقرة. ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معي ونوصل لبيج 11 او صفحة 11. وهنا بنتعلم الرايتنج. الرايتنج او الكتابة الخاصة بحرف الكي وحرف الدبليو.
فبيزي بي بتقول لنا هنا learn to write with busy bee، اتعلم الكتابة مع بيزي بي او مع النحلة بيزي بي. وطبعا هنا اول حاجة بتقول لنا عليها بيزي بي trace and write. trace تتبع بقلمك الرصاص and write واكتب. فالمفروض يا اصحابي موجود هنا فوق في الكلمات اللي هنكمل بيها الفراغات كلمة monkey. monkey يعني قرد. monkey monkey. وكلمة web web يعني شبكة. web web. وكلمة كيك كيك يعني يركل. كيك كيك كيك. وكلمة wet wet يعني مبتل. wet wet wet. فأول حاجة مكتوب I أنا can أستطيع، وفي صورة هنا فيها ولد بيركل الكرة، المفروض هنكتب هنا جنبه ايه؟ I can أنا أستطيع ايه؟ monkey ولا web ولا cake ولا wet؟ شاطرين طبعا I can cake. I can cake أنا أستطيع أن أركل. I can cake. طب الجملة التانية مكتوب فيها this is هذا a هذا أو هذه a، وفي هنا صورة شبكة. this is a monkey ولا web ولا wet؟ شبكة يعني ايه يا أصحابي؟ شاطرين web. يبقى this is a web. this is a web. ثالث جملة مكتوب فيها I am. I am أنا، وفي صورة بوي وشكل المطرة مطرت عليه. الولد ده المفروض ان هو يقول I am أنا monkey قرد ولا wet مبتل. شاطرين I am wet. I am wet أنا مبتل لأن المطرة مطرت عليه. أما رابع جملة مكتوب فيها this is هذا أو هذه a، وهنا في صورة قرد. المفروض قرد يعني ايه يا اصحابي؟ شاطرين يبقى هنكتب هنا monkey monkey او قرد. this is a monkey هذا قرد. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 12 او صفحة 12 وعنوانها exercising is healthy. exercising يعني ممارسة التمارين الرياضية. is healthy healthy يعني شيء صحي. وبيزي بي بتقول لنا هنا cut قص and color ولون then stick ثم بعد ذلك الصق and say وقل. وطبعا مدينا two frames او بروزين، مكتوب في الاولاني healthy او صح، مكتوب في الثاني unhealthy unhealthy او غير صحي. المفروض يا أصحابي هنروح لبيج 83، هنلاقي فيها مجموعة من الصور، هنختار الصور اللي بتعبر عن الهيلثي أو الحاجات الصحية زي مثلا ممارسة الرياضة أو الطعام الصحي. هنقصها أو هنعمل لها كات، وبعدين هنلونها، وبعدين هنعمل لها ستيك في الدايرة بتاعت هيلثي. أما الصور اللي فيها unhealthy things أو الحاجات غير الصحية هنعمل لها cut برضو، هنقصها وبعدين نعمل لها color وبعدين نعمل لها stick ونحطها في الدايرة بتاعت unhealthy او غير صحي. ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معي ونوصل لبيج 13 او صفحة 13 وعنوانها the same or different. the same يعني نفس الشيء، or different or different او مختلف. the same or different. وبيزي بي بتقول لنا هنا أصحابي look انظر trace وتتبع بقلمك الرصاص and say and say وقل. فالمفروض ان احنا عندنا دلوقتي صورتين، صورتين فيها مجموعة من الولاد والبنات، والصورتين دول موجود تحت منهم صور متظللة ما فيهاش تفاصيل، عبارة عن خيال. كل صورة منهم شبه صورة موجودة في الصورتين دول. طبعا احنا هنوصل الصور اللي
هي the same او اللي هي متشابهة نفس الصورة اللي فوق مع اللي تحت، هنوصلهم بشكل سليم، وده طبعا علشان يشوف عندنا قد ايه قوة الملاحظة بتاعتنا قوية واحنا شاطرين ومنتبهين، عارفين نميز الصور ازاي هي متشابهة مع بعض وازاي هي كمان مختلفة عن بعض. فاول صورة هو حللها لنا هنا، هوت الولد اللي بيعمل كيكينج ذا بول وبيشوط الكرة، ده موصله بالصورة اللي شبهه اللي موجودة تحت، وكمان عامل لنا سيركل او دايرة حوالين كلمة سيم. الصورة بتاعت الصورة دي اللي فيها بنوتة بتعمل جامبنج روب او قفز الحبل، فين الصورة بتاعت البنوتة اللي شبهها هنا يا اصحابي؟ شاطرين، هي دي صورة البنت اللي شبهها، فهنوصلها بيها طبعا، وهي هي نفس الصورة بتاعتها، وهنحط سيركل او دايرة حوالين كلمة سيم او نفس او نفس الصورة. الصورة التالتة بتاعت الولد اللي بينط لفوق ده او بيعمل جامب، الولد ده المفروض ليه صورة شبهه موجودة في الفريم الاولاني، فين الصورة اللي شبهه هنا يا اصحابي اللي هي the same one نفس الصورة؟ شاطرين، هي الصورة دي، فهنوصلها طبعا بنفس الصورة، وبعدين هنعمل سيركل حوالين كلمة سيم او نفس الصورة نفس الشخص. طب الصورة اللي بعد كده اللي فيها البنت اللي بتعمل هوب هوب او بتقفز على قدم واحدة، دي اكيد في صورة بتاعت بنت the same one او نفس الصورة، حد يقدر يقولي موجودة فين في الصورتين هنا اصحابي؟ شاطرين، هي البنت دي اللي بتعمل هوب او بتقفز على قدم واحدة، فهنوصلها بالصورة بتاعتها، وهنعمل سيركل كمان حوالين كلمة سيم. طب الصورة دي، الصورة دي اللي فيها ولد تقريبا بيعمل كلايم كلايم، بس هنا بيعمل كلايم لحاجة مش موجودة في الصورتين، كلايم لحاجة زي ما تكون سلم، هل يا ترى في ولد موجود في الصورتين دول بيطلع على سلم او بيعمل كلايم لحاجة زي سلم؟ شاطرين، مفيش، بس في ولد بيعمل كلايم لحيطة هنا او وول، فهنوصله بيه لان هما الاتنين بيعملوا كلايم، بس هنعمل سيركل حوالين كلمة شاطرين different different مختلف، هما الاتنين بيعملوا كلايم صح، بس واحد بيطلع على حاجة زي سلم وبيتسلق حاجة زي سلم، اما التاني بيعمل كلايم او بيتسلق حاجة زي وول او زي حيطة. واخر صورة معانا ولد بيعمل رانينج وبيجري، وطبعا احنا بندور على صورة حد شبهه مش لاقيين، بس في بنت بتعمل رانينج او بتجري، الولد ده بيعمل رانينج او بيجري، مفيش صورة ولد بيعمل رانينج او بيجري، بس في صورة بنت هنا بتعمل رانينج او بتجري، فهنوصلها بي، وبكده احنا وصلناهم الاتنين ببعض، بس هو ولد وهي بنت، فنعمل سيركل حوالين كلمة different زي ما احنا شايفين قدامنا، وبكده احنا نكون حلينا البيج دي، عملنا ماتش او وصلنا الصور the same مع بعضها اللي هي نفس الصورة، وذا different مع بعضها اللي هي الصور المختلفة بتاعت الأشخاص اللي ممكن يكونوا بيعملوا حاجة واحدة بس بشكل مختلف. وناقص كده نعمل trace، فهنمشي بالبنسل بتاعنا وبقلمنا الرصاص على الدوتس بتاعت الكلمات الموجودة في البيج دي، كده نكون حلينا البيج دي، وأنهينا معاها شرح درس النهاردة. أتمنى إن أنت تكون استفدت واستمتعت بحل التدريبات أو الأكتيفيتي بوك. وفي الختام لو أعجبك الدرس أعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو، والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد، وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس KG2 الترم الأول،
ولسه بنحل مع بعض الاكتيفيتي بوك، والنهارده هنبتدي نحل مع بعض الاكتيفيتيز او الانشطه الخاصه بيونت 2 ماي كوميونيتي. ماي كوميونيتي او مجتمعي، وعرفنا واحنا بنشرح اليونت دي ان كوميونيتي يعني مجتمع، كوميونيتي يعني مجتمع يعني الاشخاص اللي موجودين حوالينا بالجوبس بتاعتهم او بالوظائف المختلفه بتاعتهم، والاماكن كمان او البلايسز الموجوده حوالينا في المجتمع بتاعنا، سواء كانت مدرسه او مستشفى او متنزه. طبعا واحنا بنشرح اليونت دي عرفنا الكلمات الخاصه بالاماكن دي والجوبس المختلفه، وهنفتكرها مع بعض دلوقتي مره تانية. يونت 2 ماي كوميونيتي مجتمعي، ودي اول بيج في يونت 2 في الاكتيفيتي بوك، وهنا الاشخاص الموجودين في الاماكن المختلفه بالجوبس بتاعتهم او بالوظائف بتاعتهم. فهنا بيزبي يا اصحابي بتقول لنا look انظر match وصل and say وقل، وطبعا واضح هنا ان في اشخاص مختلفين في اماكن مختلفه، كل واحد بيأدي الجوب بتاعته او الوظيفه بتاعته. يعني مثلا عندنا هنا الفارمر او المزارع الفلاح وهو بيزرع الارض، عندنا كمان الدكتور او الطبيب والطبيبه في الهوسبيتال وهم موجودين في الهوسبيتال علشان يعالجوا المرضى، عندنا كمان الساينتستس او العلماء، وهنا ساينتست عالم او عالمه موجودين في المكان بتاعهم، وعندنا كمان التيتشر او المعلم وهو بيحضر الدروس بتاعته، عندنا كمان البيكر او الخباز وهو بيعمل العمل بتاعه وبيخبز المخبوزات الجميله، في كمان الفاير فايتر او رجل الاطفاء رجل المطافي وهو في العربيه بتاعته. هنا بيزبي عايزانا نوصل كل شخص من الاشخاص دي بالصوره المناسبه هنا في الصفحه من تحت. الصوره دي بتبقى related to او ليها علاقه بالشخص ده والجوب بتاعته. فاول حاجه مثلا عندنا الفارمر او المزارع، المفروض نوصله بصوره البوكس دي او الكتب دي، ولا البريد الخبز، ولا الفارم دي والمزرعه دي والنباتات اللي فيها، ولا الادوات بتاعت المعمل دي اللي موجوده هنا بتاعت العلماء، ولا بالجهاز ده الخاص بقياس درجه حراره الاماكن المختلفه، ولا بالصوره بتاعت سماعه الطبيب دي. فطبعا الفارمر او المزارع المفروض هنوصله بالفارم او بالمزرعه اللي بتعبر عن الشغل بتاعه او العمل بتاعه ان هو بيزرع الارض. تاني حاجه الدكتور او الطبيب او الطبيبه المفروض نوصلها بانهي صوره يا اصحابي، صوره البوكس ولا البريد ولا الادوات بتاعه المعمل ولا جهاز الانذار بتاع درجه حراره الجو والحرائق المختلفه والعياذ بالله، ولا سماعه الطبيب؟ طبعا الدكتور هنوصلها بسماعه الطبيب. طب المفروض الساينتستس او العلماء نوصلها بالبوكس ولا بالبريد ولا بادوات المعمل ولا بجهاز انذار الحرائق؟ شاطرين طبعا هنوصلها بادوات المعمل. طب ايه التيتشر او المعلم او الطالب، كمان ممكن يكون طالب، ده هنوصله بالبوكس ولا البريد ولا جهاز انذار الحرائق؟ شاطرين طبعا هنوصله بالبوكس او بالكتب. طب البيكر او الخباز هنوصله بالبريد بالخبز يعني ولا بجهاز انذار الحرائق؟ شاطرين هنوصله بالبريد لان هو احد المخبوزات بتاعته. طب اخر حاجه الفاير فايترز او رجال المطافي هنوصلهم طبعا بجهاز انذار الحريق ده والعياذ بالله. وبكده نكون عرفنا نعمل ماتش، وقلنا كمان teacher او student، scientist او عالم، doctor او طبيب، farmer او مزارع، baker او خباز، firefighter او رجل اطفاء. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 19 او صفحة 19، وبيزي بي بتقول لنا هنا read اقرأ and trace وتتبع. فهنعمل reading، هنقرأ الكلمات المكتوبة بالدوتس هنا
ونعمل عليها تريس. هنعمل عليها تريس او هنمشي بالبنسل بتاعنا او بقلمنا رصاص على الدوتس بتاعتها. فاول حاجة مكتوب هنا an author, an author المؤلف, writes بيكتب box, box الكتب. an author writes box يبقى المؤلف بيكتب كتب, وهي حلت لنا الجزء ده ووصلت لنا او عملت ماتش بين الستيتمنت دي او العبارة دي وصورة الاوثر او المؤلف اللي هو بيعمل رايتس او بيكتب البوكس او الكتب المختلفة. فالمفروض احنا هنعمل تريس زي ما احنا شايفين قدامنا, وهنوصل العبارة دي بالصورة زي ما احنا شايفين قدامنا. تاني statement او تاني عبارة بتقول a farmer, a farmer المزارع, grows, grows بيزرع بينمي, plants, plants النباتات. المفروض ان احنا هنوصل الستيتمنت دي او الجملة دي بانهي صورة من الصور دي يا اصحابي؟ شاطرين طبعا مش هينفع اوصلها بالفاير فايتر ولا بالدكتور ولا بالساينتست ولا كمان بالبيكر او بالخباز, احنا نوصلها بصورة الفارمر زي ما احنا شايفين قدامنا. ونعمل كمان تريس على الدوتس دي علشان نوضح الجملة زي ما بيزي بي قالت لنا. طب في النقطة الثالثة, a baker makes bread, a baker makes bread الخباز بيصنع الخبز. المفروض هنوصل الستيتمنت دي او العبارة دي بانهي صورة من الصور دي يا اصحابي؟ شاطرين طبعا هي دي صورة البيكر او الخباز, هنوصلها بالشكل ده. وهنعمل كمان تريس على الدوتس بتاعت الستيتمنت دي زي ما احنا شايفين قدامنا. رابع statement او رابع جملة بتقول a firefighter puts out fire. puts out ده expression على بعضه معناه يطفئ, يبقى ال firefighter رجل المطافي بيعمل puts out او بيطفئ fire, fire الحريق النار. طب المفروض نوصل الستيتمنت دي بانهي صورة من الصور دي يا اصحابي؟ شاطرين طبعا هي دي الصورة الصحيحة, والمفروض بعد كده هنعمل تريس او هنتتبع الدوتس بالخاصة بالستيتمنت دي زي ما احنا شايفين قدامنا. A doctor helps sick people, a doctor helps sick people, الطبيب يساعد الناس المرضى. sick يعني مريض, و people people يعني ناس, و helps helps يعني يساعد. المفروض نوصل الستيتمنت دي بانهي صورة يا اصحابي؟ شاطرين طبعا هنوصلها بصورة الدكتور او الطبيب زي ما احنا شايفين قدامنا, ونعمل تريس على الدوتس الخاصة بالستيتمنت دي زي ما احنا شايفين قدامنا. واخر statement او اخر عبارة بتقول a scientist العالم does experiments, experiments يعني التجارب, العالم بيقوم بتجارب. a scientist does experiments, experiments يعني تجارب. المفروض هنوصل الستيتمنت دي بانهي صورة؟ شاطرين طبعا هنوصلها بالصورة دي, ونعمل تريس على الدوتس الخاصة بيها زي ما احنا شايفين قدامنا, ونتنقل للبيج اللي بعد كده, خليكم معايا. ونوصل لبيج 20 او صفحة 20, وعنوانها This is my house. This is, هذا هو, my house, my house منزلي. وزي ما قلنا الكوميونيتي او المجتمع اللي حوالينا بيتكون من اشخاص او people, وبيتكون كمان من places او اماكن. دلوقتي احنا بنتكلم على مكان من الاماكن اللي حوالينا في الكوميونيتي ده او في المجتمع ده, وهو الهاوس بتاعنا او بيتنا. فهنا بيكلمنا على الغرف والاماكن الموجودة في الهاوس او في البيت بتاعنا. فبيزي بي مفروض مديانا هنا مجموعة كلمات هنكمل بيها الفراغات تحت كل صورة. اول حاجة kitchen, kitchen يعني مطبخ, kitchen. تاني كلمة bedroom, bedroom يعني غرفة النوم. تالت كلمة living room, living room يعني حجرة المعيشة اللي بيكون فيها مثلا التلفزيون والكنبة اللي احنا بنقعد عليها, دي اسمها living room. ورابع حاجة الباثروم, الباثروم أو الحمام. فبيزي بي بتقول لنا هنا look and write, look
and write، يعني هننظر على كل صورة وهنكتب الكلمة المناسبة تحت منها. وتاني حاجة بتقول لنا color، color يعني لون. بعد ما نملأ الفراغات هنعمل coloring، هنلون الصور اللي قدامنا. فأول صورة المفروض فيها حوض وفيها مراية وفيها بانيو، المفروض دي صورة ايه يا أصحابي؟ مكتوب تحت منها this is my، مفروض أقول kitchen ولا bedroom ولا living room ولا bathroom. شاطرين، bathroom أو الحمام بتاعي، this is my bathroom، هذا حمامي. طب الصورة التانية مكتوب تحت منها this is my، وموجود فيها سريرين وكومودينو ومنبه أو alarm clock، المفروض نكتب تحت منها this is my a kitchen ولا bedroom ولا living room. شاطرين، bedroom، هذه غرفة نومي لأن فيها سراير زي ما احنا شايفين قدامنا. طب الصورة التالتة فيها كوكر أو بوتاجاز وفيها ترابيزة وفيها حاجات خاصة بالمطبخ، مكتوب تحت منها this is my، المفروض my ايه بقى، kitchen ولا living room. شاطرين، طبعا ده الكيتشن، this is my kitchen. واخر صورة موجود فيها تلفزيون وكنبة وكرسي وقعدة كده جميلة، المفروض this is my a، شاطرين، دي living room او حجرة المعيشة زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده احنا نكون عملنا write وكتبنا الكلمات المناسبة في الفراغات المختلفة. المفروض كمان هنعمل color او هنلون الصور دي بألوان جميلة، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 21 او صفحة 21 وعنوانها this is my street. my street احنا عرفنا يعني ايه street، street يعني الشارع، my street يعني الشارع بتاعي، الشارع اللي انا ساكن فيه، الشارع اللي موجود فيه البيت بتاعي، this is my street، هذا شارعي. فبيزي بي بتقول لنا هنا trace، تتبع، هنمشي بالقلم الرصاص بتاعنا او with our pencil على الدوتس الخاصة بالكلمات المختلفة، وكمان and match، and match، وكمان هنوصل كل statement او كل عبارة بالصورة الصحيحة بتاعتها. trace and match، تتبع بقلمك الرصاص واعمل توصيل بين الجمل وبين الصور المختلفة. فطبعا اول statement او اول عبارة بتقول this is my street، وبيزي بي حللنا السؤال ده وموصلها لنا بصورة street او الشارع اللي هو الصورة number D دي. فالمفروض هنعمل trace على this is my street. تاني statement بتقول this is my village، this is my village، احنا عرفنا village يعني قرية، والvillage دايما بيكون فيها أراضي زراعية، بيوت مش عالية قوي، بيوتها بتبقى صغيرة، المبنى مثلا طوله طابق أو طابقين مش أكتر من كده. والفيليج كمان بيكون فيها animals أو الحيوانات بتاعة المزرعة زي الكاو، البقرة، والدونكي، الحمار وإلى ذلك. فالفيليج هي بتكون مكان أصغر من السيتي أو المدينة، الفيليج يعني قرية. المفروض نوصل الستيتمنت دي او العبارة دي بصورة من الصور دي يا اصحابي. طبعا دي صورة مكان كبير قوي او سيتي، وطبعا دي صورة فيليج او قرية، ودي صورة بلد بحالها، بلدنا مصر الحبيبة، من فوق من الاعلى وهي على الكرة الارضية. فالمفروض هنوصل بصورة الفيليج او القرية الموجودة هنا هوت، وبكده نكون وصلناها او عملنا ماتش بالصورة الصحيحة. هنعمل كمان تريس على الدوتس الخاصة بالستيتمنت دي زي ما احنا شايفين قدامنا. طب هنا بيقول لنا this is my city، this is my city، هذه مدينتي. احنا عرفنا city بتبقى اكبر من الفيليج، اكبر من القرية، واصغر من الكانتري. city اللي هي مدينة، مدينة زي القاهرة اللي هي محافظة القاهرة، الجيزة زي محافظة الجيزة، أسوان زي محافظة أسوان، هي مدينة من المدن المختلفة، بتبقى أكبر من القرية، وهي بتبقى برضو جزء من الكانتري أو من البلد اللي بتجمعنا كلنا مع بعض. ف this is my city، فين الصورة المناسبة للستيتمنت دي يا أصحابي؟
شاطرين طبعا هي دي السيتي او المدينة، فهنوصلها بالشكل ده وهنعمل تريس على الدوتس الخاصة بالستيتمنت دي زي ما احنا شايفين قدامنا. واخر حاجة this is my country. This is my country. Country يعني بلد، زي بلدنا الحبيبة مصر. فالكنتري هي اكبر حاجة، هي البلد اللي بتضم السيتيز المختلفة او المدن المختلفة، وبتضم كمان الفيليجز المختلفة او القرى المختلفة، وكمان بيبقى كل سيتي وكل فيليج فيها ستريت او اكتر، بيبقى فيها ستريتس او شوارع مختلفة. فالكنتري او البلد هي اكبر حاجة بتضم الاماكن دي كلها زي بلدنا الحبيبة مصر. فالمفروض هنوصل الستيتمنت دي بأنهي صورة يا أصحابي؟ شاطرين طبعا هنوصلها بصورة الكانتري أو البلد اللي هي بلدنا مصر من فوق من الأعلى، وفيها نهر النيل والبحر الأحمر والبحر المتوسط زي ما احنا شايفين قدامنا. وهنعمل كمان تريس على الدوتس الخاصة بالستيتمنت دي زي ما احنا شايفين قدامنا، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 22 أو صفحة 22، وعنوانها read اقرأ and draw وارسم. ومدينا فريم كبير قوي هنا ومكتوب تحت منه this is my house. This is my house. هذا منزلي. I live here. I live يعني أنا أعيش. Here يعني هنا. This is my house. هذا منزلي. I live here. أنا أعيش هنا. فالمفروض هنرسم صورة جميلة لبيتنا وانا قاعد جواه انا واسرتي طبعا، والصورة دي هتكون بتعبر عن بيتي وعن المكان اللي انا عايش فيه. وبكده نكون انهينا البيج دي وانهينا معاها درس النهاردة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية. النهاردة بنكمل شرح سلسلة الجرامر، ومعانا this وthis وthat وthos. دي أسماء الإشارة في اللغة الإنجليزية، الأسماء اللي احنا بنشاور بيها على الحاجات اللي حوالينا والأشخاص اللي حوالينا. فهم 4 أسماء إشارة زي ما قلنا: this هذا أو هذه للمفرد في مكان قريب مني. يعني لو أنا بشاور على حاجة واحدة أو شخص واحد في مكان قريب مني بقول عليه this هذا أو هذه. زي مثلا لما أجي أقول this is my friend. This is my friend. هذا صديقي. هذا صديقي. وزي كمان لما أجي أقول this is a chair. This is a chair. يعني هذا كرسي. وزي مثلا لما أجي أقول this is a book. This is a book. This is a book. هذا كتاب. This is an apple. This is an apple. هذه تفاحة. فthis بشاور بيها على حاجة واحدة أو شخص واحد موجود في مكان قريب مني، وهي معناها هذا أو هذه. طب لو مجموعة حاجات أو مجموعة أشخاص موجودين في مكان قريب مني بقول عليهم these يعني هؤلاء. ودي أداة الإشارة اللي بشاور بيها على مجموعة أشياء أو مجموعة أشخاص موجودين في مكان قريب مني. زي مثلا لما اجي اقول these are my friends. These are my friends يعني هؤلاء اصدقائي. هؤلاء اصدقائي. وطبعا لان هما جمع لازم اقول are، يبقى this بيجي معاها is لانها بتشاور على حاجة واحدة مفردة او شخص واحد مفرد. اما these فبيجي معاها are لانها بتشاور على جمع مجموعة حاجات او مجموعة اشخاص موجودين في مكان قريب مني. ممكن كمان اقول these are books. These are books يعني هذه كتب. ممكن اقول كمان these are chairs. These are chairs. هذه كراسي. ممكن كمان اقول these are apples.
These are apples. هذا تفاح. لما أجي أشاور على حاجة واحدة مفردة بس موجودة في مكان بعيد عني فبقول عليها that. That ذاك أو تلك. That ذاك أو تلك لحاجة واحدة مفردة بعيدة عني أو شخص واحد مفرد بعيد عني في مكان بعيد عني بقول عليه that. زي مثلا لما أجي أقول that is my friend. That is my friend. ذاك صديقي هو صديقي بس هو موجود في مكان بعيد عني. زي كمان لما أجي أقول that is a chair. That is a chair. هذا كرسي. هنا في الحالة دي أنا بشاور على كرسي بس هو موجود في مكان بعيد عني. زي كمان لما أجي أقول that is an apple. That is an apple. تلك تفاحة. هنا في الحالة دي تعرف إن التفاحة اللي أنا بشاور عليها موجودة في مكان بعيد عني. طب لما باجي بشاور على مجموعة حاجات أو مجموعة أشخاص وموجودين في مكان بعيد عني بقول زوس. زوس يعني هؤلاء. بس زوس بتشاور على مجموعة حاجات أو مجموعة أشخاص كان بعيد عني. زي مثلا لما أجي أقول لك زوس are my friends. زوس are my friends يعني هؤلاء أصدقائي. زوس are my friends. فلما أنت تسمعني وأنا بقول كده تعرف إن أنا بشاور على مجموعة أشخاص موجودين في مكان بعيد عني. ممكن كمان أقول لك زوس are apples. Those are apples. هذا تفاح بس هنا التفاح اللي أنا بشاور عليه موجود في مكان بعيد عني. ممكن كمان أقول لك Those are chairs. Those are chairs. في الحالة دي أنا بشاور على كراسي موجودة في مكان بعيد عني. تعالوا ناخد بعض الأمثلة اللي هتساعدنا على فهم وتمييز الفرق بينهم. هم شوية أمثلة كتير شوية بس هيساعدوكوا ويخلوكوا تقدروا تحفظوا الموضوع ده وتهضموه بشكل كامل. أول مثال عندنا زي ما احنا شايفين قدامنا بين قوسين this وthis وthose. this يعني هذا أو هذه مفرد قريب. this يعني هؤلاء جمع قريب. وthose جمع بعيد. is my skirt. is my skirt التنورة بتاعتي. هل يا ترى أقول عليها this ولا this ولا those؟ تمام بنقول عليها this. طيب المثال الثاني بيقول these ولا this ولا those are Oscar's boots. boots اللي هي الحذاء اللي هو رقبته طويلة. these ولا this ولا that are Oscar's boots. شاطرين المفروض ان هي these لان احنا زي ما قلنا طبعا this و that بيجي معاهم is لان هما بيشاوروا على حاجة مفردة. this بتشاور على حاجة مفردة قريب و that بتشاور على حاجة مفردة أو شخص واحد بعيد. لكن this و those بيجي معاهم are لأن هما بيشاوروا على جمع. فهنا this لازم يجي معاها are. Oscar's boots الحذاء بتاع أوسكار اللي هو رقبته طويلة البوت بتاع أوسكار. يبقى this are Oscar's boots. يبقى this are Oscar's boots. طب في المثال ده بيقول لنا this ولا this ولا those. This ولا this ولا those is her dress. is her dress فستانها. this ولا this ولا those. طبعا this لأن this يعني هذا فستانها. طب لما أجي أقول لك this ولا this ولا that are my trousers. this ولا this ولا that are my trousers. إحنا قلنا طبعا are بتيجي مع ايه؟ مع this ومع those. اما this و that بيجي معاهم is لان هما بيشاوروا على حاجة مفردة. يبقى منطقيا كده these are my trousers. يبقى these are my trousers. طب لما اجي اقول لك that ولا this ولا this are my toys. that this are my toys. هل يا ترى that ولا this ولا this؟ شاطرين كلكم طبعا these لأن these are my toys. these are my toys لأن these بيجي معاها are لأنها بتشاور على جمع. وهنا الجمع في مكان قريب مني. طب لما أسألك وأقول لك what is this ولا this ولا those. what is this ولا this ولا those.
طبعا زاس لان احنا قلنا زيس وزوس بيجي معاهم ار، وهنا عندنا از في الجملة، يبقى what is this، what is this، ما هذا. طب لما اجي اقول لك what are this ولا these ولا that، what are this ولا these ولا that، المفروض this ولا these ولا that. شاطرين كلكم what are these، لان these بيجي معاها are زيها زي زوس. وكده نكون حلينا بعض الأمثلة وقدرنا نشرح أسماء الإشارة this وذات وزيس وزوس. أتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو أعجبك الدرس أعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. ولو في أي معلومة أو أي درس محتاجين إن أنا أشرحه ياريت تبعتولي في الكومنتس. وما تنسوش تشوفوا دروس التأسيس الخاصة باللغة الإنجليزية لكل المراحل، موجود فيها الفونكس ونطق الحروف، الحروف المركبة والحروف العادية، وموجود فيها كمان verb to be والأزمنة المختلفة. أتمنى إن أنتوا تستفيدوا بالشرح ده. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنتكلم عن موضوع مهم جدا يهم ناس كتير قوي، وهو اهم الاساسيات الخاصة بالماس للمرحلة الابتدائية ككل. يعني هنتكلم عن المعلومات المهمة جدا اللي لازم كل طالب في المرحلة الابتدائية يعرفها ويكون عارفها، وهي دي الأساسيات اللي بنبني عليها حاجات كتير. وزي ما احنا متعودين يكون معانا قلم وكشكول نكتب فيه المعلومات ونكررها مع بعض، ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة يا أصحابي لازم نكون عارفينها كلنا هي أيام الأسبوع أو days of the week. days of the week أو أيام الأسبوع، وهي أول حاجة Sunday، Sunday أو يوم الأحد، Sunday، Sunday، Monday أو يوم الاثنين، Tuesday الثلاثاء، Wednesday الأربعاء، Thursday الخميس، Friday الجمعة، and Saturday، Saturday ويوم السبت. فدي اول حاجة لازم كلنا نبقى عارفينها وحافظينها كويس قوي، اللي هي days of the week. تاني حاجة months of the year، شهور السنة. لازم كلنا نكون عارفين شهور السنة او months of the year. January، January او شهر يناير، February، February او شهر فبراير، March، مارس أو شهر مارس، أبريل، أبريل أو شهر أبريل، ماي، ماي أو شهر مايو، جون، جون أو شهر يونيو، جولاي،
July أو شهر يوليو، August August أو شهر أغسطس، September September أو شهر سبتمبر، October October أو شهر أكتوبر، November November أو شهر نوفمبر، وديسمبر ديسمبر أو شهر ديسمبر. هما 12 months أو 12 شهر، يعني ال year الواحدة أو 1 year equal 12 months. يبقى كده دي تاني معلومة لازم نكون عارفينها، وما ننساش طبعا أن 1 week equal 7 days. There are 7 days أو في 7 أيام في الأسبوع، يعني 1 week equal 7 days. Where there are 12 months of the year، يعني 1 year equal 12 months. تالت حاجة لازم نكون عارفينها كويس، حاجة اسمها الـ ordinal numbers. الـ ordinal numbers أو الأرقام أو الأعداد الترتيبية، يعني مثلا لو احنا في سباق أول واحد بنقول عليه الأول، أول واحد بيوصل لخط النهاية بنقول عليه الأول. الأول ده بنقول عليه first first، زي ما احنا شايفين قدامنا، زي ما احنا شايفين قدامنا اللي هو الأول رقم واحد first. التاني بنقول عليه second second، يعني التاني. third يعني الثالث. fourth يعني الرابع. fifth يعني الخامس. sixth يعني السادس. seventh يعني السابع. eighth يعني الثامن. ninth يعني التاسع. وtenth tenth يعني العاشر. مرة كمان، first first second second third third fourth fourth fifth fifth sixth sixth seventh seventh eighth eighth ninth ninth tenth tenth. ولازم كمان نكون عارفين الشيبس، الشيبس او الاشكال او الاشكال الهندسية زي ما احنا عارفينها. والشيبس يا اصحابي اللي لازم نكون عارفينهم كويس، اولهم التراينجل تراينجل تراينجل او المثلث، ريكتانجل 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 او المستطيل، سكوير 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 او المربع، سيركل 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 او الدائرة، وكمان ستار 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 النجمة اللي احنا كلنا بنحب ناخدها، واوفل اوفل 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 اللي هو الشكل البيضاوي زي ما احنا شايفين قدامنا. فدي تعتبر اهم الاشكال الهندسية او الشيبس اللي لازم نكون عارفينها. وفي حاجة كمان اسمها السوليدز، السوليدز او المجسمات. السوليدز اللي هي الاشكال الهندسية المجسمة اللي هي بتقدر تشوفها من اتجاهات مختلفة، وهي بتبقى 3D 3 dimensional shapes او اشكال هندسية مجسمة، فبنقول عليها سوليدز solids او المجسمات. وهي دي شكلها. اول حاجة السلندر، السلندر او الشكل الاسطواني زي ما احنا شايفين قدامنا، هو شكل اسطواني عامل زي الاسطوانة، فده اسمه سلندر سلندر. تاني حاجة الكيوب، الكيوب او المكعب، كيوب كيوب كيوب. تالت حاجة الكيوبويد، الكيوبويد او الشبه مكعب، كيوبويد كيوبويد كيوبويد. رابع حاجة الكون، الكون او الشكل المخروطي، وهو شبه الكون اللي احنا بناكله في الصيف، بس هو بيبقى محطوط بالمقلوب كده، ده اسمه الكون كون 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 او مخروط. خامس حاجة البيراميدز، البيراميدز
البيراميدز او الشكل الهرمي او الشكل الهرمي البيراميدز، واخر حاجه سفير 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 او الشكل الكروي. فدي طبعا السوليدز او المجسمات اللي احنا لازم نكون عارفينها كويس. في اشكال تانية للمجسمات وفي اشكال تانية للشيبس، انا بقول لكم اهم حاجة هتتكرر معاكم كتير، دي الاساسيات اللي لازم تكونوا حافظينها كويس وعارفينها زي اسمكم. بعد كده في اصحابي بعض الاكسبريشنز او التعبيرات او المصطلحات اللي لازم نكون عارفينها كويس علشان خاطر واحنا بنحل اي بروبلم او اي ماس بروبلم اي مسألة رياضية نبقى عارفين بنحلها ازاي ونفهم حتى السؤال. اول كلمة اسمها adding. adding adding يعني الجمع، جاي من addition، addition يعني الجمع. تاني كلمة اسمها subtracting. subtracting 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 يعني الطرح، جاي من subtraction يعني الطرح. وطبعا في حالة الادنج او في حالة الاديشن اللي هي عملية الجمع، العلامة اللي احنا بنحطها هي البلس زي ما احنا شايفين قدامنا، بلس يعني زائد بلس. وفي حالة السبتراكتنج او السبتراكشن او الطرح بنحط الماينس، ماينس يعني ناقص ماينس. وطبعا لما بنجمع حاجة على حاجة او بنطرح حاجة من حاجة بيطلع نتيجة، قبل النتيجة دي بنكتب حاجة اسمها equals 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 او يساوي. وتاني حاجة عايزين نعرفها كويس مع بعض هي ال greater than greater than greater than او more than، اللي هي اكبر من زي ما احنا شايفين قدامنا، وهي عاملة زي ما احنا شايفين بق السمكة كده. طبعا السمكة بتبقى فاتحة بقها ناحية الحاجة الأكبر أو الأكل الأكبر اللي هي بتحب تاكله، فالعلامة دي بنسميها greater than أو more than، وهي بتبقى بصة الناحية دي، بتبقى بصة ناحية الرقم الأكبر. عكسها كلمة smaller than، smaller than أو less than، smaller than أو less than يعني أصغر من، smaller than smaller than أو أصغر من. وطبعا لو عندنا رقمين قد بعض بنقول عليه equal to equal to مساوي لي، لو الرقمين قد بعض مش هينفع نحط بينهم لا greater than او اكبر من، ومش هينفع برضو نحط less than او smaller than او اصغر من، فبنحط بينهم علامة يساوي اللي احنا قلناها من شوية وبنقول equal to equal to او مساوي لي. وزي ما احنا شايفين قدامنا اصحابي ان طبعا العلامة بتاعت greater than و smaller than الاتنين عاملين زي بق السمكة، فاحنا بنوجه بق السمكة ده اللي احنا شايفينه قدامنا ناحية الرقم الاكبر، فاحنا بنوجه بق السمكة ده ناحية الرقم الاكبر، وبالتالي بنعبر عن العلاقة بين رقمين، يبقى بق السمكة دايما مفتوح ناحية الرقم الاكبر سواء كان هنا او كان هنا. لو رقم الاكبر هنا يبقى هنقول ان الرقم ده اكبر من الرقم ده، لو رقم الأكبر هنا يبقى هنقول إن الرقم ده أكبر من الرقم ده أو الرقم ده أصغر من الرقم ده. المهم إن احنا نبقى عارفين إن العلامة دي دايما اللي هي عاملة زي بق السمكة بتبقى مفتوحة ناحية إيه؟ ناحية الرقم الأكبر، ناحية الرقم الكبير. وطبعا لازم نكون عارفين الأحاد أو الونس، ونس يعني أحاد وتنس يعني عشرات. الوانس والتنس طبعا يا أصحابي هما المكونات، هما الخانات بتاعت أي رقم. وطبعا موضوع الوانس والتنس ده اللي هي الأحاد والعشرات بياخدنا لحاجة اسمها place value أو القيمة المكانية لأي رقم في الأرقام. يعني زي ما احنا شايفين قدامنا الرقم هو متكون من وانس، وادي الوانس place، وتنس ادي التنس place، وكمان في عندنا 100 او 100 place اللي هو الخانة بتاعت المئات. كل خانة من دول فيها رقم مكونين الرقم اللي احنا بنقراه 700 700، 81 80 تمن عشرات، 1 و 1 في ال ones او في خانة الاحاد. فكل رقم من دول او كل digit من دول
في الرقم الكبير اللي احنا بنكتبه او في الرقم اللي احنا بنقراه بيبقى ليه قيمة، قيمة مكانية. يعني الوان ده او الواحد ده لما بيبقى موجود في خانة الوانس بيبقى قيمته واحد بس، لكن لو هو موجود في خانة التنس او في خانة العشرات بدل ما بيبقى قيمته 1 أو 1 بيبقى قيمته 10 أو 10. دي اسمها الـ place value. الـ place value أو القيمة المكانية الخاصة بكل رقم إحنا بنقراه في الأرقام، الخاصة بكل عدد إحنا بنقراه في أي رقم إحنا بنقراه أو بنكتبه. يعني ده اسمه رقم، كل خانة من دول بيبقى فيها عدد أو فيها digit. الـ digit ده بيبقى ليه قيمة، لو هو في الـ ones هيبقى قيمته واحد اللي هو 1 واحدة بس، لو موجود هو في الـ tens هيبقى قيمته عشرات، لو هو موجود في الـ hundreds كمان هيبقى قيمته مئات. فدي اسمها الـ place value ولازم نبقى عارفينها كويس. لازم كمان نكون عارفين الـ ascending order. ascending order أو الترتيب التصاعدي ascending order، وطبعا ده بنرتب فيه الأرقام من الصغير أو from the smallest to the largest أو من الصغير للكبير زي ما احنا شايفين قدامنا. ده اسمه ascending order. ascending order. ولازم كمان نكون عارفين ال descending order. descending order. descending order أو الترتيب التنازلي، وبنرتب فيه ال numbers أو الأرقام from the largest to smallest أو من الكبير للصغير 4 3 2 1 زي ما احنا شايفين قدامنا. دي اسمها descending order. descending order أو الترتيب التنازلي. وطبعا يا أصحابي لازم نعرف نقرأ ال clock أو الساعة. ال clock أو الساعة أول حاجة لازم نكون عارفينها خاصة بال clock أو الساعة، إن الساعة العقارب بتاعتها او الهاندز بتاعتها بتتحرك كده هو بالشكل ده من 1 ل 2 ل 3 وهكذا، بتلف في الاتجاه ده. تاني حاجة لازم نكون عارفينها عن الكلوك او الساعة ان هي طبعا فيها عقارب او هاندز، ده اسمه الليتل هاند او العقرب الصغير، وطبعا ده اسمه البيج هاند. البيج هاند او العقرب الكبير. الليتل هاند ده او العقرب الصغير ده بيشاور على الساعات. يعني هنا دلوقتي الساعة 3 3 o'clock. والبيج هاند او العقرب الكبير ده بيشاور على المينتس. المينتس او الدقائق. فهنا طبعا لو هو على 12 او على رقم 12 في حالة ان احنا بنقرأ المينتس او الدقايق في الكلوك او الساعة بنعتبر التولف دي هي رقم 0 0. بعد التولف دايما بنعد المينتس، يعني لو بعد التولف بمينت واحدة بنقول 3 o'clock and 1 minute، بيبقى هنا في دقيقة. وطبعا في بين التولف والون 5 minutes، هنا 5 نقاط كل نقطة منهم منت، وفي بين ال 1 وال 2 5 minutes هنا أو 5 دقايق، وفي بين ال 2 3 هنا 5 minutes هنا أو 5 دقايق وهكذا. بين كل رقم ورقم من دول 5 minutes أو 5 دقايق. يعني لو ال big hand أو العقرب الكبير بيشاور على ال 1 هنقول 3 o'clock، زي ما احنا شايفين ان ال little hand بيشاور على 3 يبقى 3 o'clock أو الساعة 3، and هنقول 3 and 5 minutes يبقى هنقول الساعة 3 و5 دقايق 3 and 5 minutes. طب لو هو بيشاور على ال 2 هنا، ال big hand ده بيشاور على ال 2 هنا 3 and 10 minutes 3 and 10 minutes يعني الساعة 3 و10 دقايق. طب لو ال little hand او العقرب الصغير ده اللي بيشاور على الساعات ده بيشاور على ال 3 او الساعة 3، وال big hand ده او العقرب الكبير ده بيشاور برضو على 3 او على 3، فهنقول ايه في الحالة دي يا اصحابي؟ هنقول 3 او الساعة 3 and 15 minutes و15 دقيقة، وبكده احنا قرينا الساعة بشكل سليم. وزي ما واضح قدامنا في المثال ده الـ little hand او العقرب الصغير اللي بيشاور على الساعات
بيشاور على الساعة 3 فبنقول 3 hours 3 hours أو 3 ساعات. والبيج هاند أو العقرب الكبير بيشاور على 4 يعني 20 دقيقة 5 و 5 و 5 و 5 يعني 20 minutes أو 20 دقيقة يبقى 3 hours and 20 minutes or 3 and 20 أو الساعة 3 و 20 دقيقة. وبكده احنا خدنا فكرة ازاي بنقرأ الساعة او how to read a clock. وطبعا ده جزء مهم جدا لازم نتعلمه واحنا بنتعلم الماس في المرحلة الابتدائية. لازم كمان يا اصحابي نبقى عارفين ان اليوم او الday equal 24 hours او في 24 ساعة. الday equal day equals 24 hours او اليوم بيساوي 24 ساعة. والhour أو الساعة الواحدة equals 60 minutes فيها 60 دقيقة. one hour equal 60 minutes أو الساعة الواحدة بتساوي 60 دقيقة. وإن الجنيه أو ال one pound بنرمز لي ب LE capital. one pound الباوند بنقول عليه بنختصره ونكتب بداله LE أو هو ده اختصار لكلمة اسمها ليفر جيبسيان أو جنيه مصري. طبعا دي كانت كلمة فرنسية بس احنا خدناها ودخلناها طبعا في اختصارات اللغة الإنجليزية وبقى اسمها LE أو اختصار الخاص بكلمة باوند أو جنيه. وطبعا لازم نكون عارفين يعني ايه كلمة complete. complete يعني أكمل. complete complete يعني أكمل. count count يعني عد. count count يعني عد. draw draw يعني ارسم. draw draw يعني ارسم. join join او match. join or match يعني وصل. join or match يعني وصل. توصل بين الحاجات يعني وصل. arrange arrange يعني رتب. arrange arrange يعني رتب. ولازم كمان نكون عارفين الفراكشنز. الفراكشنز او الكسور. ايه هي الفراكشنز او ايه هي الكسور؟ زي ما احنا شايفين قدامنا هي دي الفراكشنز. فراكشنز او الكسور يعني الواحد الصحيح زي ما احنا شايفين قدامنا لو رمزنا لها مثلا ببيتزا او بفطيرة كبيرة دي اسمها one whole او واحد صحيح. one whole واحد على بعضه. لما بنيجي نقسم الواحد ده ونشيل منه نص ونسيب نص ده بنسميه one half. one half او نص. one half يعني نص. طب لو قسمناها على تلاتة كل جزء من التلات اجزاء دول بنسميه one third. one third او تلت. one third او ثلث. طب لو قسمناها على اربعة لو قسمنا الواحد الصحيح ده على اربعة كل جزء منهم بنسميه one quarter. one quarter او ربع. one quarter. طب لو قسمناها على خمسة كل جزء من الخمس اجزاء دول بنسميه one fifth. one fifth او خمس. one fifth. طب لو قسمناها على ستة كل جزء من دول بنسميه one sixth. one sixth او سدس. one sixth. طب لو قسمناها على 8 أجزاء بنسميه كل جزء منهم 1/8. 1/8 أو تمن. 1/8. طب لو قسمناها على 10 أجزاء بنسمي كل جزء من دول 1/10. 1/10 يعني عشر. 1/10. ولو قسمناها على 12 جزء كل جزء من ال 12 جزء دول بنسميه 1/12. 1/12 يعني واحد على 12 من يعني واحد على 12. 1/12 يعني واحد على 12 من الواحد الصحيح زي ما احنا شايفين قدام. وكمان لازم نكون عارفين حاجة اسمها relative positions. relative positions او العلاقة النسبية بين الحاجات اسمها relative positions. relative positions زي ما احنا شايفين قدامنا في الشكل ده
يعني مثلا العلاقة بين الطائر وبين السكوير او الكيوب اللي تحت منه ايه؟ ان هو above. above يعني فوق منه، above يعني اعلى، اعلى يعني هو اعلى منه. طبعا الدوج هنا تحت السكوير او الكيوب ده، فبنسميه below. below يعني اسفل، يبقى above يعني اعلى، below below يعني اسفل. طب لو الاكتوبوس ده واقف وراه، ده بنسميه اللي هو خلف يعني behind. behind يعني خلف، behind يعني خلف. طب لو هو واقف جنبه في الجنب بتاعه، ده بنسميه beside او next to. يعني واقف جنبه بالشكل ده او بالشكل ده او بأي شكل، بنسميه beside or next to. next to الى جانب برضو، beside next to. وطبعا لو هو واقف تحت منه على طول ولازق فيه لمسه، يعني بنسميه under. under يعني تحت، under. under يعني تحت. طب لو هو فوق منه، بس فوق منه بمسافة صغيرة، ممكن كمان نسميه over. over يعني أعلى، over يعني أعلى أو فوق. وطبعا لو هو واقف قدام، ولو جسم واقف قدام جسم تاني، بنسميه in front of. in front of أو أمام، in front of أو أمام. يبقى in front of عكسها behind، in front of أمام عكسها behind، و over عكسها below، over فوق عكسها below، below تحت، و under under عكسها above، under عكسها above. وطبعا beside هي هي next to أو beside إلى جانب، بتساوي برضو next to إلى جانب، نفس المعنى. وطبعا في حاجات تانية كتيرة هتعرفوها خلال من خلال المناهج اللي انتوا بتدرسوها. انا بقول لكم الاساسيات بس اللي لازم تكونوا حافظينها وعارفينها كويس. وبكده نكون انهينا الجزء الخاص بدرس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، اتمنى ان انا اشوف 1000 واحد استفادوا من درس النهاردة او 1000 لايك تحت الفيديو. والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، علشان الفايدة تعم. وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم متعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ والنهاردة مع أول حلقة من سلسلة الفونكس أو الصوتيات، ازاي نتعلم نقرأ الحروف بشكل صحيح وننطقها بشكل سليم. وده جزء مهم جدا في تعلم اللغة الإنجليزية. طبعا من غير ما نتعلم ازاي ننطق الحروف بشكل صحيح، محدش هيفهمنا، واحنا كمان مش هنعرف معنى اي كلمة بنقراها. فده جزء مهم جدا. وانا اخترت ان احنا نبدأ بحاجة اسمها الحروف المركبة او الدايجرافز. الدايجرافز او الحروف المركبة، كل حرف بيكون ليه النطق بتاعه، ولكن الحرفين لما بيبقوا مع بعض بيبقى ليهم صوت او نطق مختلف. النهاردة هنبتدي ب 5 digraphs او 5 حروف مركبة ان شاء الله. السلسلة دي مفيدة جدا لكل المراحل، هتعلمكم حاجات مهمة جدا. ركزوا وخليكم معانا، ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الdigraphs او الحروف المركبة have 2 letters make 1 sound. يعني كل digraph بيبقى ليه 2 letters، بيبقى ليه حرفين، والحرفين مع بعض make 1 sound او بيعملوا صوت واحد، والصوت ده بيكون مختلف عن نطق كل حرف من الحرفين دول لوحده. ويلا نبدأ مع اول digraph اللي هو ال sh. ال s زي ما احنا عارفين بينطق س س س، والاتش بتنطق لوحدها ح.
ولكن لما نحط الاس مع الاتش جنب بعض بيعملوا نيو ساوند او بيعملوا صوت جديد وهو ش ش ش، وده بيكون واضح جدا الكلمات الآتية. اول كلمة مثلا شيك شيك شيك، شيك يعني يصافح او يهز. تاني كلمة شاين شاين شاين، شاين يعني لامع، حاجة بتلمع. تالت كلمة شارك شارك شارك، شارك طبعا زي ما احنا عارفين هو سمك القرش. ده اول دايجراف او اول حرف مركب ممكن ناخده مع بعض. تاني دايجراف او تاني حرف مركب هو حرف التي، طبعا لما بنيجي ننطقه لوحده بيبقى اسمه ت ت ت، وحرف الاتش لما بنيجي ننطقه لوحده بنقول ه ه، بينطقوا بالشكل ده. ممكن ينطقوا بشكل ممكن يتقال س س زي حرف السهب في اللغة العربية س س س، وده بيكون واضح جدا في الكلمات زي مثلا thunder 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 اللي هو صوت الرعد. 30 طبعا اللي هو رقم 30. و thumb 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 طبعا اللي هو اصبع الابهام اللي هو الصباع الصغير اللي في كف ايدنا. وممكن كمان التي مع الاتش تنطق زال او زد، زي مثلا في كلمة ذا ذا ذا، كلمة ذا او ال هنا التي مع الاتش اتنطقت ذال او زد. وزي كلمة father father father، التي مع الاتش اتنطقت زال او ذي او زد زي ما احنا شايفين قدامنا. تالت دايجراف او تالت حرف مركب هو حرف السي، وطبعا لما بنيجي ننطق حرف السي بنقول ك ك ك، ولما نجيب جنبه حرف الاتش وطبعا حرف الاتش بننطقه زي ما احنا عارفين ه ه ه. لما بنحط السي جنب الاتش بيدينا نيو ساوند او صوت جديد وهو تش وطبعا ده بيكون واضح جدا في كلمة مثلا زي كلمة chair 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 أو كرسي. وكمان ممكن يكون واضح جدا في كلمة chew 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 اللي هي بيمضغ مثلا بيمضغ لبانة بيمضغ حاجة في فمه. وكلمة كمان زي كلمة cheese cheese تشيز تشيز او جبنة. طبعا في حاجة تانية خاصة بالسي مع الاتش، السي مع الاتش كمان يا اصحابي ممكن ننطقهم كي او كاف. امتى ده؟ لما بيكونوا في وسط الكلام او في اخر الكلام، يعني في حالة ان هم في اول الكلام بنقول تش، لكن لو هما في وسط الكلام او في اخر الكلام بننطقهم كي او حرف الكاف، زي كلمة ميكانيك 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 او ميكانيكي. طبعا زي ما احنا شايفين السي مع الاتش في وسط الكلمة اتنطقوا كي زي ما احنا شايفين قدامنا. ورابع دايجراف او رابع حرف مركب هو حرف البي، البي طبعا زي ما احنا عارفين لما بنيجي ننطقه بنقول ب ب ب، والاتش طبعا زي ما احنا عارفين بننطقها وبنقول ح ح.
ال P لما بتيجي مع ال H بنقول ف ف ف بتبقى نطقها قريب جدا من حرف ال F، وده بيكون واضح جدا في كلمة مثلا زي كلمة فون 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 أو تليفون، وبيكون واضح كمان في كلمة زي كلمة فوتو 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 أو صورة متصورة، وكمان بيكون واضح جدا زي في كلمة فونكس 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 أو صوتيات اللي هي خاصة بنطق الحروف اللي احنا بنتعلمه دلوقتي. واخر دايجراف معانا النهاردة هو الخاص بالـ WH. الـ W زي ما احنا عارفين يا أصحابي بينطق و و و، والـ H طبعا زي ما احنا عارفين بننطقها ها ها ها. الـ W مع الـ H بيعملوا new sound أو صوت جديد، وهو و و و، وده بيكون واضح جدا في كلمة مثلا زي كلمة ويل 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 أو حوت، وكمان بيكون واضح جدا في كلمة زي كلمة ويل 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 أو عجلة، اللي هي طبعا بتكون موجودة مثلا في عربية أو في قطر أو في دراجة، العجلة الواحدة اسمها ويل. وآخر كلمة برضو بتوضح لنا الـ W مع الـ H كلمة وايت 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 أو اللون الأبيض زي ما احنا شايفين قدامنا. ودي مجرد أمثلة على الدايجرافز أو على الحروف المركبة والفونكس الخاصة بيها أو النطق الخاص بيها. طبعا أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتم من شرح الدرس بتاع النهاردة. لو حابين نكمل السلسلة الخاصة بالفونكس وليكوا أي أسئلة ياريت تبعتولي في التعليقات، وأنا هكون سعيد جدا أن أنا أشرح لكم أي جزء مش واضح، وإن شاء الله هنكمل مع بعض السلسلة دي الخاصة بالتأسيس والخاصة بتعلم الفونكس وكيفية نطق الحروف. وفي الختام أتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو أعجبك الدرس اعمل لايك، والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم الروابط الخاصة بيها في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله مع الحلقة الثانية من الفونكس او الصوتيات وكيفية نطق الحروف بشكل سليم. وكنا اخذنا المرة اللي فاتت 5 diagraphs او 5 حروف مركبة، وكنا عرفنا ان الدايجراف او الحرف المركب هو بيتكون من 2 letters او من حرفين لما بنحطهم مع بعض make one sound او بيعملوا صوت واحد. والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن 4 حروف مهمين جدا، حالات خاصة بالاربع حروف دول، والاربع حروف دول بيقابلونا في كلمات كتير قوي، عايزين نركز مع بعض فيهم. الحرف الأول هو حرف الـ A، الحرف الثاني هو حرف الـ M، الحرف الثالث هو حرف الـ C، والحرف الأخير هو حرف الـ A. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وبالنسبة لحرف الـ A يا أصحابي، في بعض الحاجات الخاصة بحرف الـ A
في الفونكس لازم ناخد بالنا منها كويس، علشان لما نيجي نقرأ وننطق حرف الـ A ننطقه بشكل سليم، ولما نيجي نقرأ أي كلمة نعرف نقراها بشكل سليم اللي قدامنا يفهمنا ونعرف نقولها بشكل صحيح. أول حاجة خاصة بحرف الـ A، لو جه بعد حرف الـ A ال أو ال تي، بيتنطق حرف الـ A في الحالة دي كأنه حرف O، بيتنطق O مش A. يبقى حرف الـ A لو جه بعد منه على طول ال ال أو ال تي بيتنطق O ما بيتنطقش A. طب ممكن تدينا بعض الأمثلة كده يا مستر؟ مثلا زي كلمة تول، T-A-L-L، طويل يعني تول، T-A-L-L، هنا نطقنا حرف الـ A كأنه حرف O. مثلا كمان زي كلمة سمول، S-M-A-L-L، سمول، صغير، هنا نطقنا حرف الـ A كأنه O. مثلا كمان زي كلمة بول، B-A-L-L، كرة، هنا نطقنا حرف الـ A كأنه حرف O، بول. مثلا كمان زي كلمة فول، F-A-L-L، اللي هي يسقط أو كمان بتيجي بمعنى فصل الخريف، فول، هنا نطقنا حرف الـ A كأنه حرف O. كمان زي كلمة هول، H-A-L-L، اللي هو يعني قاعة، نطقنا هنا حرف الـ A كأنه حرف O، هول. وزي كمان كلمة salt، S-A-L-T، اللي هو ملح، في ناس كتير جدا بيقروها وبينطقوها غلط، هي بتنطق salt، salt، S-A-L-T، وهنا بننطق حرف الـ A كأنه حرف O. فهي دي الملاحظة اللي لازم نبقى عارفينها كويس قوي في درس النهاردة الخاصة بحرف الـ A. لو جه بعد حرف الـ A L-L أو L-T بننطقه على طول كأنه حرف O. والحرف التاني أصحابي هو حرف الـ M. حرف الـ M لو جه بعد منه حرف البي في نهاية الكلمة، فإن حرف البي ده مش هيتنطق، لا يلفظ، مش هنقوله. زي مثلا كلمة كوم، C-O-M-B، اللي هو مشت، كوم، اللي هو مشت، احنا ما نطقناش هنا حرف البي. وزي كمان كلمة لام، L-A-M-B، اللي هو حمل، لام. وزي كمان كلمة توم، T-O-M-B، توم، توم أو قبر، طبعا هنا ما نطقناش حرف البي. وفي فيلم مشهور جدا اسمه توم رايدر، توم رايدر أو فيلم راكبة القبور، هو مشهور جدا، لو ما تفرجتوش عليه ممكن تتفرجوا عليه. وزي كمان كلمة كلايم، كلايم أو يتسلق، كلايم، C-L-I-M-B، كلايم، هنا كمان ما نطقناش حرف البي. وزي كلمة لم، لم، L-I-M-B، لم، اللي هو عضو من أعضاء الجسم بتاع الإنسان، L-I-M-B، هنا ما نطقناش حرف البي. تالت جزء يا أصحابي وتالت حرف هنتكلم عنه النهاردة هو حرف السي. حرف السي يا أصحابي في بعض الملاحظات الخاصة بي، وعايزكوا تركزوا معايا شوية في الحرف ده لأنه هو مهم جدا. حرف السي لو جه وراء حرف الإي أو الآي أو الواي، في الحالة دي احنا بننطق السي كأنه حرف إس. مرة كمان، حرف السي لو جه بعد منه على طول حرف الإي أو الآي أو الواي،
التلات حروف دول لو جم بعد منه بتخلي السي يتنطق كأنه حرف الاس. طب ان ممكن ناخد امثلة مع بعض كده، زي مثلا كلمة place، place او مكان، place، place. هنا نطقنا حرف السي كأنه حرف اس لان جه بعد منه على طول حرف الاي. وزي كمان كلمة city، city، city او مدينة، city. هنا السي اتنطقت كأنها حرف الاس لان جه بعد منها حرف الاي. وزي كمان كلمة bicycle، bicycle او دراجة، bicycle. السي هنا نطقناها كأنها حرف الاس لان جه بعد منها حرف الواي. تاني ملحوظة خاصة بحرف السي يا اصحابي، السي في الحالة اللي انا هقولها لكم دي دلوقتي بيتنطق كأنه شين. ايه هي الحروف اللي ممكن تيجي بعد السي تخليه غالبا بننطقه كأنه شين؟ لو جه السي بعد منه اي اي، ولو جه السي بعد منه اي اي، ولو جه بعد السي اي او، ولو جه السي بعد منه اي اي. الاربع حالات دول سي اي اي وسي اي اي وسي اي او وسي اي اي، الاربع اشكال دول بننطقهم على طول كأنهم شين، الشين الخاصة باللغة العربية. زي مثلا كلمة ocean، ocean او محيط. هنا ocean او محيط o c e a n، السي جه بعد منها على طول a a، فنطقنا السي e a كأنهم حرف الشين، ocean، ocean او محيط. وزي كلمة unconscious، unconscious او فاقد الوعي، u n c o n s c i o u s. السي هنا جه بعد منها على طول i o، فقلنا unconscious. اخر ثلاث حروف اللي هم سي اي او قرأناهم كأنهم شين. وزي كمان كلمة conscience، conscience او ضمير، conscience، c o n s c i e n c e. هنا هنلاقي في نص الكلمة على طول السي اي اي، قرأناهم كأنهم حرف الشين، conscience، conscience، conscience يعني ضمير. ومثلا برضو زي كلمة special، special أو خاص، special، s p e c i a l. هنا في آخر الكلمة لقينا في c i a، فقرأناهم كأنهم شين، special. واخر ملحوظة خاصة بحرف السي، وانا عارف ان احنا طولنا شوية في حرف السي، بس حرف السي من الحروف المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها كويس، ان حرف السي في اغلب الكلمات بيتنطق كأنه حرف الكي. زي مثلا كلمة cry، cry او يبكي، cry. وزي كمان كلمة black، بلاك او اسود، بي ال اي سي كي. وزي كمان كلمة كولد، كولد او بارد، او برد او زكام، سي او ال دي. وزي كمان كلمة كات، كات او قطة، سي اي تي. وزي كمان كلمة بيكنيك، بيكنيك او نزهة، بي اي سي ان اي سي.
الاتنين سي اللي موجودين في الكلمة اتقرأوا كأنهم حرف الكي picnic. وبكده احنا خلصنا كل الملاحظات الخاصة بحرف السي، ونتنقل لآخر حرف عندنا النهاردة وهو حرف الاي. وحرف الاي الملحوظة بتاعته ملحوظة بسيطة جدا ولازم ناخد بالنا منها كويس، ان هو لما بيجي في نهاية الكلمة فانه لا ينطق الا في حالات قليلة جدا هقولها لكم دلوقتي. فهو امتى ما بننطقوش الاول نبقى عارفين هو امتى ما بننطقوش، وبعدين اقول لكم الحالات البسيطة جدا اللي بننطق فيها حرف الاي لما بيجي في اخر الكلمة. احنا ما بنقولش حرف الاي ولا ينطق في الكلمات الاتية، مثلا زي كلمة smile يبتسم smile smile، وزي كلمة drive drive او يقود drive، وزي كلمة slide slide او يتزحلق slide. في كل الكلمات دي احنا ما بننطقش حرف الاي اللي موجود في اخر الكلمة. كمان زي كلمة hate او يكره hate ما بننطقش حرف الاي. وزي كمان كلمة place او مكان place احنا هنا ما نطقناش برضو حرف الاي وما ظهرش خالص في النطق الخاص بالكلمة. ايه هي الحالات اللي بننطق فيها حرف الاي واحنا بنقرا الكلمة؟ هو ثلاث كلمات وهي ثلاث حاجات بسيطة جدا، هما الضمائر. اول حاجة في كلمة هي او هو، هنا نطقنا حرف الاي وبقى واضح جدا في نطق الكلمة he هي او هو. وكمان زي كلمة she او هي، هنا برضو احنا نطقنا حرف الاي she she. وزي كلمة me او انا، ضمير طبعا مفعول به، هنا نطقنا حرف الاي وهو واضح جدا me او انا، ضمير المفعول به زي ما احنا قلنا من شوية. وبكده احنا خدنا الملاحظات الخاصة بالاربع حروف بتوع النهاردة. عايزكم تتمرنوا على الكلمات اللي احنا قلناها في درس النهاردة، ارجعوا اسمعوها مرة تانية، حاولوا تكتبوها برا وتقروها، خلوا بابا وماما يكتبها لكم بشكل متلخبط، وبعدين لما تيجوا تقروا الكلمة شوفوا انتوا قريتوها صح ولا غلط، اتدربوا كويس عليها قوي علشان ده هيساعدكم جدا بعد كده. والمعلومات دي خاصة بكل المراحل من اول كيجي 1 حتى الجامعة، فهتنفعكم جدا 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 في نطق اللغة الانجليزية وفي الفونكس بتاعتها. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة الخاصة بينا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتهم في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض شرح سلسلة الفونكس او الصوتيات، ازاي ننطق الحروف ونقرأها بشكل سليم. والنهاردة الحلقة الثالثة، معانا النهاردة حرف الجي. هناخد بعض المعلومات الجميلة الخاصة بحرف الجي، ازاي بنقرأه في الكلمات المختلفة والحالات اللي بيجي فيها والنطق بتاعه في بعض الاشكال. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. حرف الجي يا اصحابي زي ما احنا شايفين قدامنا هو بيتكتب بالشكل ده. واهم حاجة خاصة بحرف الجي ان هو ليه بعض الحالات اللي بتخلي النطق بتاعه بيختلف من كلمة للتانية. حرف الجي المفروض بيتنطق كأنه حرف الجيم في اللغة الانجليزية، كأنه حرف الجيم في اللغة العربية جي، ولكن بينطق
كأنه جي أو جيم معطشة باللغة العربية جي في بعض الحالات. أول حاجة لما بيجي بعد منه حرف الإي أو حرف الواي، حرف الإي وحرف الواي بيخلوا حرف الجي ينطق جي زي ما أنا بقوله دلوقتي جي جي، وده بيكون واضح جدا في بعض الأمثلة زي مثلا كلمة بريدج، بريدج أو جسر، بريدج زي ما احنا شايفين قدامنا حرف الجي جه بعد منه حرف الإي وخلاه يتنطق جي وقلنا بريدج. واضح كمان في كلمة زي كلمة هيوج، هيوج أو ضخم، هيوج حرف الجي هنا نطقناه جي لأن جه بعد منه برضو حرف الإي. ومثلا برضو زي كلمة village، village village أو قرية، هنا جه بعد حرف الجي حرف الإي فخلاه برضو ينطق جي. ومثلا برضو زي كلمة large، large أو كبير، الجي هنا جه بعد منها حرف الإي فخلاها تنطق جي زي ما احنا شايفين قدامنا لارج أو كبير. كأمثلة لما بيجي بعد حرف الجي حرف الواي وبيخليه ينطق جي برضو زي كلمة جيولوجي، جيولوجي جيولوجي أو علم طبقات الأرض، علم الصخور والحاجات الخاصة بطبقات الأرض، وزي برضو كلمة بيولوجي، بيولوجي بيولوجي أو علم الأحياء. هنا احنا عرفنا لما بيجي بعد حرف الجي حرف الإي وحرف الواي خلوه ينطق جي زي ما احنا قلنا من شوية. تاني حالة وتاني حاجة ممكن تأثر على نطقنا لحرف الجي لما بيجي بعد منه حرف الإتش، الجي لما بيجي بعد منه حرف الإتش بيتنطق كأنه حرف الإف أو الفه في اللغة العربية، أو بيبقى سايلنت خالص وما بننطقهوش ولا يلفظ، ما بنقولهوش خالص في نطق الكلمة. طب إيه هي الحالات اللي بيكون فيها سايلنت وما بننطقهوش فيها وما بيبانش في نطق الكلمة؟ زي مثلا كلمة رايت، رايت يعني يمين أو على حق أو صح، رايت هنا زي ما احنا شايفين قدامنا حرف الجي جه بعد منه حرف الاتش فبقوا الاثنين سايلنت ما تنطقوش مع بعض وقلنا رايت. وزي كمان كلمة ثرو، ثرو أو عبرة أو خلال، زي ما احنا شايفين قدامنا الأسد بينط من خلال أو بينط عبر الطوق اللي ماسكه الراجل ده، هنا اسمها ثرو، ثرو أو خلال أو عبرة. وزي ما احنا شايفين قدامنا ان الجي جه بعد منها الاتش فبقوا الاثنين سايلنت وما نطقناهمش. وزي كلمة ساي، ساي او يتنهد لواحد بيتنهد بيطلع نفس من انفه او من فمه، فدي اسمها ساي، ساي او يتنهد، وهنا الجي جه بعد منها اتش بقوا الاثنين سايلنت ونطقنا الكلمة ساي، ساي او يتنهد. وزي كلمة هاي، هاي او مرتفع او عالي، هنا الجي جه بعد منها اتش برضو في اخر الكلمة وبقوا الاثنين سايلنت وما نطقناهمش والكلمة اتنطقت بالشكل ده هاي، هاي او مرتفع. طب امتى بننطق حرف الجي مع الاتش كأنهم اف او فه باللغة العربية؟ زي مثلا كلمة لاف، لاف او يضحك، لاف L-A-U-G-H، الجي هنا جه بعد منها حرف الإتش وخلاها اتنطقت على إنها حرف الإف أو حرف الفه، لاف، لاف أو يضحك. وزي كمان كلمة رف، رف، رف أو خشن، R-O-U-G-H، رف. وزي كمان كلمة كاف، كاف أو يسعل، الواحد لما بيكح دي اسمها كاف، كاف C-O-U-G-H، كاف. وزي كمان كلمة enough،
enough أو كافي أو يكفي. enough E-N-O-U-G-H. الجي جه بعد منها الاتش وخلاها اتنطقت كأنها اف أو حرف الفه زي ما احنا شايفين دلوقتي. enough أو كافي. ويجدر بالذكر أو لازم أقول لكم إن في بعض الأحيان لما بنكتب مثلا اسم باللغة العربية زي اسم غادة أو أي اسم بيبدأ بحرف الغين، ساعات بنكتب الجي اتش في أول الكلمة كأنها حرف الغين، وده كناية عن حرف الغين، ولكن ده غير موجود في اللغة الإنجليزية. طيب في باقي الأحوال أو في باقي الحالات حرف الجي بينطق أو بيلفظ مثل حرف الجيم، زي حرف الجيم في اللهجة المصرية واللغة العربية بالظبط، جيم. وده بيكون واضح جدا زي مثلا في كلمة glass. glass glass أو زجاجة. glass G-L-A-S-S. هنا الجي اتنطقت جيم glass. وزي كمان كلمة girl. girl أو فتاة أو بنت. girl G-I-R-L-E. هنا الجي اتنطقت كأنها حرف الجيم لأن ده النطق الطبيعي بتاعها. وزي كمان كلمة جيتار. جيتار الجيتار اللي احنا عارفينه. وزي كمان كلمة جوت. جوت أو عنزة. جوت هنا الجي اتنطقت جيم زي ما احنا شايفين قدامنا. وزي كمان كلمة غوريلا. غوريلا الغوريلا طبعا زي ما احنا عارفينها، هنا الجي اتنطقت حرف جيم. وزي كمان كلمة جوست. جوست او شبح. جوست برضو حرف الجي اتنطق هنا كأنه حرف جيم. وزي كمان كلمة فروج. فروج او ضفدع، هنا الجي موجودة في اخر الكلمة زي ما احنا شايفين قدامنا واتنطقت كأنها حرف الجيم برضو لأن مفيش أي حاجة تغير من النطق بتاعها زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده احنا أخدنا الأمثلة والحالات اللي بيتغير فيها النطق الخاص بحرف الجي وإمتى النطق بتاعه بيتغير. وكملخص للدرس بتاع النهاردة، حرف الجي بينطق جي أو جيم معطشة باللغة العربية، لما بيجي بعد منه حرف الاي او حرف الواي بيخلوه ينطق جي زي ما انا بقولها دلوقتي جي. اما لما بيجي بعد منه حرف الاتش بينطقوا الاتنين يا اما كأنهم حرف الفه او حرف الاف زي ما اخدنا في الامثلة من شوية، او بيكونوا سايلنت وما بينطقوش هما الاتنين مع بعض خالص زي ما قلنا برضو في الأمثلة من شوية. لكن في باقي الحالات وفي باقي الأحوال حرف الجي بينطق كأنه حرف الجيم اللي احنا عارفينه في اللغة العربية واحنا أخدنا أمثلة عليه برضو من شوية. وبكده انتهى درس النهاردة. في الختام أتمنى أن انتم تكونوا استفدتم. لو أعجبك الدرس أعمل لايك، والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتهم في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله مع الحلقة الرابعة من الفونكس وسلسلة التأسيس الخاصة بنطق الحروف والصوتيات في اللغة الانجليزية. والنهاردة معانا قاعدتين جمال جدا، قاعدة فيهم خاصة بال vowels او بالحروف المتحركة، وهنرجع النهاردة نراجع تاني وناخد معلومة جديدة بسيطة جدا خاصة بحرف الـ A وازاي حرف الـ A بيتأثر النوت بتاعه او الساوند بتاعه. ف
في بعض الكلمات ببعض الحاجات هنقولها دلوقتي، ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة، إحنا كلنا عارفين إن حروف اللغة الإنجليزية أو الإنجليش letters هما 26 letters أو 26 حرف. الـ 26 letters أو الـ 26 حرف منهم حروف اسمها الـ consonant أو الحروف الساكنة، يا إما بننطقها في بعض الحالات يا إما بننطقهاش في بعض الحالات التانية. وعندنا خمس حروف هما الحروف الفاولز او الحروف المتحركة، والفاولز او الحروف المتحركة اهميتها بترجع لانها عاملة زي الحركات او التشكيل الخاص باللغة العربية. يعني عندنا مثلا الاو بتساوي مثلا الضمة في اللغة العربية، عندنا حرف الاي بيساوي الفتحة في اللغة العربية، عندنا الاي مثلا بيساوي الكسرة في اللغة العربية، فهي بتساوي الحركات الخاصة باللغة العربية وبتأثر تأثير كبير جدا في نطق كل كلمة. وتقريبا مفيش كلمة في اللغة الإنجليزية يعني إلا نادر جدا لازم يكون فيها حرف متحرك، والحروف المتحركة مهمة جدا لأن لا يمكن إن احنا ننطق أي كلمة نطق صحيح غير لما نكون عارفين إيه هي الفاولز وإزاي بننطقها. فالنهاردة هنتكلم عن الباولز، هناخد معلومة بسيطة جدا خاصة بيها وهنكمل بعد كده في المرات الجاية. الباولز او الحروف المتحركة هما 5 letters او 5 حروف زي ما احنا شايفين قدامنا، هما الـ A والـ I والـ E والـ O والـ U. A I E O U، قولوه معايا مرة كمان، A E I O U، A E I O U. مهم جدا ولازم تكونوا حافظينهم زي اسمكم لان هم دول الفاولز او الحروف المتحركة. هنتكلم النهاردة عن اول رول او اول قاعدة خاصة بنطق الحروف المتحركة او الفاولز. When two vowels او عندما حرفين متحركين are paired together، يكونوا موجودين مع بعض يجوا جنب بعض، the first one الحرف الاول is long and other one is silent. الحرف الاولاني اللي بيبقى موجود في الاول بيكون منطوق بشكل ممتد بيبقى long vowel، والحرف الثاني اللي جاي بعد منه على طول اللي جاي جنب منه على طول بيكون silent او صامت. تعالوا ناخد ده بالامثلة، مثلا في كلمة boat او قارب مركب B-O-A-T، الاو هنا حرف متحرك والاي كمان حرف متحرك، اول حرف فيهم هو حرف الاو فنطقناه بشكل ممتد وبقى long vowel والاي بقى silent. نقولها مع بعض مرة كمان، boat. وواضح كمان في كلمة زي كلمة beach او شاطئ بحر B-E-A-C-H beach، زي ما احنا شايفين قدامنا عندنا two vowels او حرفين متحركين الاي والاي، الاي هننطقه بشكل ممتد كأنه long vowel والاي هيكون silent، beach. واضح كمان في كلمة زي كلمة hair او شعر، الاي vowel والاي vowel كمان، فعندنا two vowels اول حرف فيهم هو الاي وبقى long vowel، اما الاي فبقى silent او ما تنطقش ونطقنا الكلمة hair. وعندنا كمان كلمة زي كلمة coat C-O-A-T coat او معطف، الاو والاي two vowels، الاو هو الفيرست vowel او الحرف الاولاني بقى long vowel والاي بقت silent ونطقنا الكلمة
coat 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 أو معطف. وكلمة stairs 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 أو سلم سلالم درج. وكلمة nail 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 أو مسمار. وكلمة road 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 أو طريق. ففي كلمات كتيرة جدا بيكون ظاهر فيها الجزء ده والرول دي. لو عندنا two vowels الاتنين جنب بعض، الأولاني بننطقه كأنه long vowel، بنمده بنمد في النطق بتاعه بشكل طويل، والتاني اللي جنب منه على طول بيكون silent silent أو صامت ما بننطقهوش. والنهاردة كده عرفنا المعلومة الخاصة بالفاولز أو الحروف المتحركة واتكلمنا عنها شوية، هنكمل كلام عنها في المرات اللي جاية إن شاء الله. أهم حاجة إن أنا عايزكم تعرفوا المعلومة بتاعت النهاردة دي وتركزوا عليها كويس، وفي أمثلة كتيرة في اللغة الإنجليزية كلمات كتيرة بيبقى فيها two vowels جنب بعض، عايزكم تنطقوا الكلمات وتجربوا تسمعوها وتشوفوها بتتنطق إزاي بشكل صحيح، ويقولوا ورايا الكلمات اللي انا قلتها في الدرس، ارجعوا وقفوا وارجعوا تاني وقفوا، بحيث ان انتوا تتدربوا كويس على نطق الكلمات اللي بيبقى فيها two vowels، ونعرف ازاي بننطق الحرف الاولاني كأنه long vowel او بشكل ممتد، والتاني بيكون silent او صامت. وكلمات اللي عايزكم تتدربوا عليها برضو هي كلمة near near او قريب، fear 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 او خوف، وكلمة hear hear أو سمع يسمع، وكلمة goat goat أو عنزة أو معزة. كل دي كلمات بيبقى فيها two vowels، وزي ما قلتلكوا ال vowels هي حروف بتبقى موجودة في أغلب كلمات اللغة الإنجليزية، وزي ما قلنا هي بتأثر في نطق الكلمات بشكل كبير لأن هي عاملة زي الحركات الخاصة باللغة العربية. تاني جزء النهاردة هنتكلم عنه وهو نرجع لحرف الاي، احنا اتكلمنا عنه قبل كده في الحلقات اللي فاتت، عرفنا ان حرف الاي لو جه بعد منه ال ال بيتنطق او، ولو جه بعد منه ال تي بيتنطق او هو كمان، وقلنا زي كلمة بول وزي كلمة سولت، سولت الناس كتير بتنطقها غلط، وكلمة بول كمان، وكلمات تانية كتيرة خدنا امثلة كتيرة عليها، وده كان في الحلقة التانية تقريبا من حلقات ال فونكس او الصوتيات. النهاردة هنضيف معلومة جديدة على حرف الاي علشان خاطر نعرف ننطقه بشكل سليم برضو في كلمات تانية. فحرف الاي النهاردة القاعدة بتاعته بتقول we usually pronounce a as a but if it's followed by l u or w we pronounce it as o، يعني احنا طبعا عادة بننطق حرف الاي كأنه حرف اي زي ما هو، لكن لو جه بعد منه ال زي ما قلنا او حرف ال U او حرف ال W فاحنا بننطقه we pronounce it as O، بننطقه كأنه حرف O. يبقى ال A لو جه بعد منه ال or U or W بننطقه كأنه حرف O. طب تعالى ناخد امثلة كده على الكلام الجميل ده، مثلا زي ما قلنا من شوية كلمة بول، بول يعني كرة B A L L، هنا ال A اتنطقت O. زي كلمة كول، كول يعني مكالمة تلفونية، كول C A L L، نطقنا هنا ال A كأنه حرف O. زي كلمة سو، سو أو منشار، وفي فيلم مشهور جدا اسمه ذا ساو، ذا ساو او منشار الرعب كان مشهور جدا وبينزل منه اجزاء كتير. وزي كلمة نوتي او شقي N A U G H T Y، ال A جه بعد منها ال U فنطقناها او برضو زي ما احنا شايفين نوتي نوتي او شقي. ففي كلمات كتيرة جدا حرف ال A لما بيجي بعد منه ال أو U أو W بننطقه كأنه O. وكلمة draw draw أو يرسم زي ما احنا عارفينها D R A W
ال A هنا نطقناها O لأن جه بعد منها W. وكده احنا عرفنا ال two rules او القاعدتين الخاصين بدرس النهاردة. اول حاجة الخاصة بالvowels، وتاني حاجة الخاصة بحرف ال A. عايزكم تتدربوا على الكلمات كويس، وقفوا الفيديو وكرروا ورايا، اتدربوا وحاولوا تقروا كلمات برا من اي مكان تاني. المهم ان احنا نحفظ الرولز دي لانها تساعدنا في نطق اللغة الانجليزية والفونكس بتاعتها لحد ما نخلص جامعة ان شاء الله، وبعد كده كمان في شغلنا وفي حياتنا. اهم حاجة ان احنا نتعلم النطق الصحيح، مش مشكلة ان احنا ناخد شوية وقت، الموضوع سهل جدا. المهم اهم حاجة ان احنا نكرر، تكرار هو سر ان انت تحفظ اي معلومة. حاولوا تكرروا الكلام ورايا، والامثلة كتير جدا، وارجعوا تاني وارجعوا الفيديو تاني للاول لو في كلمة نسيتوها، واسمعوها تاني وقولوها تاني. المهم ان احنا كل معلومة من المعلومات دي تبقى موجودة في مخنا، ما تخرجش منه ابدا. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، واتمنى ان يكون في 1000 لايك او 1000 واحد استفادوا من درس النهاردة، واتمنى ان انا الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام صياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس KG2 ترم 1 الترم الاول، ولسه بنكمل مع بعض شرح المحور الثاني The World Around Me العالم من حولي. والنهاردة معانا اخر يونت في منهج الترم الاول يونت 4 It's a party انها حفلة. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. It's a party انها حفلة، وطبعا هنا بنتكلم عن الحفلات والاحتفالات المختلفة. والكلمات الهامة الخاصة بيونت 4 يا اصحابي، اول حاجة بالون يعني بالونة، والجمع بتاعها بالونز يعني بالونات. تاني حاجة ديكوريشن يعني تزيين، والزينة الخاصة بالحفلات، الزينة اللي احنا بنعلقها في عيد ميلاد او في اي حفلة دي اسمها ديكوريشن يعني تزيين يعني زينة. كيك طبعا احنا عارفين كلنا الكيك اللي هي الكعك او التورتة او الجاتو، الكيك بصفة عامة. بيتزا اللي احنا عارفينها كلنا. آيس كريم. يوغرت يعني زبادي. أورنج جوس عصير برتقال. وكمان لازم نبقى عارفين يعني ايه نيو يير يعني سنة جديدة. لما السنة بتنتهي في شهر ديسمبر بيجي بعد منها سنة جديدة، دي اسمها نيو يير او سنة جديدة. وعيد الفطر. شم النسيم. كريسمس اللي هي اعياد الكريسمس، اللي هي بتبقى برضو مرتبطة بالسنة الجديدة وبتبقى في اول السنة الجديدة. invite يعني يدعو، لما اعزم حد على حاجة، لما بدعو حد اقول له تعالى احضر حفلة من الحفلات او احضر معايا مناسبة من المناسبات، ده اسمه invite يعني يدعو. set up يعني اقامة، يعني ان احنا لما نيجي نقيم حفلة من الحفلات بنعمل لها set up، بنرتب الحاجات في اماكنها المختلفة ونحط كل حاجة في مكانها اللي الناس ممكن تستعمله فيه، ده اسمه set up. يعني نحن نقيم حفلة او نقيم حاجة معينة ده اسمه setup. arrive يعني يصل. arrive
arrive يعني يصل، وآخر حاجة clean up. clean up يعني ينظف، ينظف مكان الحفلة بعد ما بتخلص، ده اسمه clean up. clean up يعني ينظف. وطبعا زي ما احنا شايفين دي أول page في unit 4، وأصحابنا عاملين حفلة من الحفلات، بيشربوا الأورنج جوس وبياكلوا البيتزا وبياكلوا المأكولات المختلفة. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا. وفي البيج دي أصحابي بيزي بي بتقول لنا listen استمع، look انظر، and say and say وقل. يبقى هنستمع للكلام اللي أنا هقوله، هقرأ كل كلمة وانت هتنظر الكلمة دي معناها ايه، وبعدين هتقول ورايا نفس الكلمة. وبعدين هنا بيزي بي كمان بتقول لنا read اقرأ كل كلمة، and match and match ووصل. فاحنا اول حاجة عايزين نقرأ الكلمات دي بشكل سليم. كيك، كيك يعني كعك او كيكة زي ما احنا عارفين كلنا، وهي موصلها لنا هنا عاملة ماتش مع صورة الكيك. تاني حاجة كلمة يوجرت، يوجرت يعني زبادي. بالون، بالون يعني بالونة. بيتزا، بيتزا اللي هي البيتزا. اورنج جوس، اورنج جوس يعني عصير البرتقال. ايس كريم، ايس كريم طبعا الايس كريم. ديكوريشنز، ديكوريشن اللي هي الزينة اللي احنا بنزين بيها اي حفلة. وهنا مدينا صور مختلفة، المفروض نوصل كل كلمة من الكلمات دي بصورة من الصور دي. وقايلنا في اخر البيج هنا الكلمات اللي لازم نحفظها ونكون عارفينها كويس قوي، اللي هي بالون، كيك، ديكوريشن، ايس كريم، اورنج جوس، بيتزا، يوجرت. فتاني كلمة المفروض ندور على الصورة بتاعتها هي كلمة يوجرت. يوجرت فين هنا صورة يوجرت يا أصحابي؟ يوجرت يعني زبادي. شاطرين، هي دي صورة اليوجرت أو الزبادي، فنوصلها بالشكل ده. طب كلمة بالون، بالون فين هنا البالون؟ شاطرين، هي دي البالون، فنعمل ماتش وهنوصلها بالصورة بتاعتها. طب كلمة بيتزا، بيتزا فين البيتزا هنا يا أصحابي؟ شاطرين، هي دي البيتزا، فهنوصلها بالكلمة بتاعتها وهنعمل ماتش بالشكل ده. طب كلمة أورنج جوس، أورنج جوس فين الأورنج جوس هنا يا أصحابي؟ شاطرين، هو ده الأورنج جوس، فهنعمل ماتش بالشكل ده. طب كلمة آيس كريم، آيس كريم فين الآيس كريم هنا يا أصحابي؟ شاطرين، هو ده الآيس كريم، فهنعمل ماتش بالشكل ده. وآخر حاجة ديكوريشن، ديكوريشن زينة، تزيين، فين هنا الديكوريشن يا أصحابي؟ شاطرين، هي دي الديكوريشن، فهنعمل ماتش بالشكل ده. وبكده نكون عرفنا مع بعض الكلمات الهامة وحلينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. وفي البيج دي أصحابي حاجة اسمها الفاليوز، الفاليوز أو القيم، إن احنا بنتعلم حاجة ليها دعوة بالسلوك بتاعنا وبالطريقة اللي احنا بنعيش بيها في الحياة، دي اسمها فاليو. فاليو يعني قيمة، ازاي نتكلم بشكل سليم، ازاي نعيش حياة بشكل كويس، ازاي نتكلم بشكل سليم مع اللي اكبر مننا، ازاي نتعامل كمان مع اللي قدنا، سواء كان في البيت لو هو اخواتنا، سواء كان في الكلاس روم وفي السكول لو هو حد من زمايلنا. فالفاليوز او القيم دي بتعلمنا ازاي نتعامل مع الناس اللي حوالينا في الحياة اليومية بتاعتنا. الجزء ده بيتكلم عن let's be polite. polite يعني مؤدب، يعني مهذب. لما حد بيجي يتكلم بشكل مؤدب او مهذب ده بنقول عليه polite. polite يعني مؤدب يعني مهذب. وطبعا الواحد لازم يكون polite او مؤدب لما يجي يتعامل مع حد اكبر منه. فهنا بيقول لنا let's be polite، دعنا نكون مهذبين. وطبعا هنا في صور، تلات صور، الصور التلاتة دول في بنوتة صغيرة بتتكلم مع حد اكبر منها، فنعرف هي بتقول له ايه دلوقتي. بيزي بي بتقول لنا listen اسمع، read اقرأ، and repeat repeat وكرر. فانا هقرأ التكست دي او العبارة دي وانتوا هتقروها معايا، وبعدين هنعمل repeat او هنكرر مع بعض. فاول حاجة البنوتة الصغيرة دي بتقول الراجل ده can I have، can I have
هل يمكنني أن آخذ some cake بعض الكيك please لو سمحت؟ مرة تانية can I have some cake please؟ مرة كمان can I have some cake please؟ فهنا هو بيقول لها yes نعم here you are اتفضلي خدي قطعة كيك. مرة كمان yes here you are فهي بتقول له thank you. وبكده نكون عرفنا يعني ايه نبقى polite او مؤدبين او مهذبين واحنا بنتكلم مع حد اكبر مننا. وطبعا ده اسمه respect يعني يحترم. لما انت بتبقى polite وانت بتتكلم مع حد اكبر منك ده اسمه respect يعني انت بتحترمه respect يحترم. ونتنقل الجزء اللي بعد كده خليكم معايا. وفي الجزء ده اصحابي بنتعرف على الاحتفالات المختلفة او celebrations يعني احتفالات. الاحتفالات اللي موجودة في حياتنا كل سنة celebrations يعني احتفالات. فبيزي بي بتقول لنا هنا listen استمع and circle وضع دائرة حول الاجابة او الكلمة الصحيحة. مدينا اربع صور كل صورة تحت منها اسمين من اسماء الاحتفالات المختلفة. المفروض ان احنا هنعمل سيركل حوالين الاسم الصحيح الخاص بالاحتفال الموجود في الصورة دي. فالصورة الاولانية فيها صورة البيراميد او الهرم وتحت منها عيد الفطر نيو يير السنة الجديدة. طبعا احنا ساعة عيد الفطر بيبقى فيه شكل تاني للاحتفالات غير الشكل ده. وهنا الصوت والضوء دي حاجة موجودة في الهرم. طبعا احب ان انتوا تروحوا تشوفوها جميلة جدا. الاحتفال بالسنة الجديدة بيعملوا عرض جميل قوي. العرض ده بيكون بالصوت والضوء زي ما قلت لكم. بيبقى فيه الوان مبهرة. فالمفروض هنا هنختار عيد الفطر ولا نيو يير. شاطرين طبعا نيو يير. فنعمل سيركل حوالين نيو يير زي ما احنا شايفين قدامنا. طب الصورة دي اصحابي فيها فاميلي كبيرة كده قاعدين. المفروض ان هم قاعدين بيأكلوا اكل مصري جميل. وهنا مكتوب تحت الصورة شم النسيم وكريسمس. كريسمس طبعا دي اعياد الميلاد تيجي طبعا مع بداية السنة الجديدة. وهنا الكريسمس سيم شم النسيم كلنا عارفينه بنقعد ناكل فيه بيض وفسيخ ورنجة وحاجات كتيرة كده. اما الكريسماس او اعياد الميلاد بتبقى موجودة في اخر السنة واول السنة الجديدة. وطبعا ما بنبقاش قاعدين ناكل فيها بالشكل ده. بيبقى ليها شكل تاني من الاحتفال شوية. فهل يا ترى الصورة دي خاصة بشم النسيم ولا بالكريسماس؟ شاطرين طبعا ليها دعوة بشم النسيم. فهنعمل حوالين شم النسيم سيركل بالشكل ده. اما الصورة التالتة دي فيها تلاتة من اصحابنا قاعدين بياكلوا كحك وبسكويت وحاجات جميلة كده. ومكتوب تحت منها عيد الفطر ونيو يير. المفروض احنا بناكل الكحك والبسكويت ده في عيد الفطر ولا نيو يير؟ شاطرين طبعا عيد الفطر. فنعمل سيركل حوالين عيد الفطر. واخر صورة فيها اتنين من اصحابنا ووسطيهم شجرة عيد الميلاد وهم قاعدين بيزينوها وبيحتفلوا بيها. ومكتوب تحت الصورة شم النسيم وكريسمس. هل يا ترى احنا بنحتفل بشجرة عيد الميلاد في شم النسيم ولا في الكريسماس يا اصحابي؟ شاطرين طبعا في الكريسماس. فهنعمل سيركل حوالين كريسماس. وبكده نكون انهينا الجزء ده ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا. ونوصل للجزء الخاص بالريدنج اند سبيكينج. ريدنج يعني القراءة وسبيكينج يعني التحدث. احنا دلوقتي هنقرأ وهنتحدث عن الاعياد المختلفة او الcelebrations الاحتفالات المختلفة. فهنا بيزي بي بتقول لنا read and match. read اقرأ كل حاجة مكتوبة واعمل لها match مع الصورة المناسبة. فاول حاجة صديقتنا هنا بتقول my family اسرتي celebrates بتحتفل christmas باعياد الميلاد بالchristmas. I like the christmas tree انا بحب شجرة عيد الميلاد. with decorations اللي هي بتكون متزينة.
مرة كمان my family celebrates Christmas. I like the Christmas tree with decorations. وهي طبعا بيزي بي حلت لنا الجزء ده ووصلتها بصورة الكريسماس تري زي ما احنا شايفين قدامنا. صديقنا ده بيقول I like celebrating عيد الفطر، انا بحب احتفل بعيد الفطر. There are هناك lots of decorations، الكثير من الزينة. And cookies and cookies والكحك. يبقى مرة كمان I like celebrating عيد الفطر. There are lots of decorations and cookies. هو بيحب عيد الفطر، بيكون هناك في زينة كتير وفي كمان كوكيز كتيرة أو كحك كتير. هل يا ترى بقى هوصل صديقنا اللي بيحب عيد الفطر ده، هل يا ترى هوصله بصورة الكوكيز ولا بصورة الإكس دي الملونة ولا بصورة الألعاب النارية أو الفاير ووركس؟ شاطرين طبعا هنوصله بصورة الكوكيز اللي احنا لسه بنقول اسمها من شوية، ونعمل ماتشنج بالشكل ده. صديقتنا هنا بتقول I like celebrating the new year، انا بحب احتفل بالسنة الجديدة. With my family، with my family، مع أسرتي. We watch، نحن نشاهد. Fireworks، fireworks، الألعاب النارية. مرة كمان I like celebrating the new year with my family. We watch fireworks. احنا بنشاهد الالعاب النارية، فهنعمل matching مع صورة الاجز الملونة دي ولا هنعمل match مع fireworks الالعاب النارية؟ شاطرين طبعا هنعمل match مع fireworks زي ما احنا شايفين قدامنا. واخر حاجة صديقنا هنا بيقول I like celebrating شم النسيم، انا بحب احتفل بشم النسيم. We have a picnic. We have a picnic، احنا بنخرج في نزهة خلوية، بنروح بارك، بنخرج ونتفسح انا واسرتي. مرة كمان I like celebrating شم النسيم. We have a picnic. فطبعا هنعمل match مع ال colored eggs دي او البيض الملون ده، وبكده نكون لان احنا بناكله في شم النسيم. ونتنقل للجزء اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل للجزء الخاص بالافعال اللي احنا بنعملها في اي حفلة او في اي احتفال. It's time، انه وقت. To celebrate، to celebrate الاحتفال. It's time to celebrate، انه وقت الاحتفال. فمدينا مجموعة صور طبعا. دي بتقول لنا هنا order، order يعني رتب، ضع في الترتيب الصحيح. وتاني حاجة بتقول لنا listen، استمع. and put a true، put a true اعمل علامة صح. ومدينا هنا خمس صور، فالمفروض هنبص على كل صورة وهنقرأ الكلام اللي تحت منها. لو الكلام اللي موجود تحت كل صورة بيصف الصورة دي بشكل سليم، هنحط عليها علامة true زي ما احنا شايفين في الصورة الاولانية دي اللي هي صح يعني، وهنحطها كمان في الترتيب الصحيح بتاعها، وهنحط ليها رقم الخاص بيها في الترتيب الصحيح. فهنا في اول صورة أصحابنا قاعدين بياكلوا آيس كريم وبيتزا وبيشربوا عصير وبيحتفلوا، ومكتوب هنا Let's eat the food. Let's eat the food. Let's eat the food. دعنا نأكل الطعام. المفروض إن الكلام ده بيصف الصورة دي ولا لأ؟ شاطرين طبعا هو بيصف اللي بيحصل في الصورة، فهي عملنا هنا علامة true لأن الكلام اللي مكتوب بيصف اللي في الصورة فعلا، بس مش في أول البارتي أو أول أي سيلبريشن بنقعد ناكل، ده بيحصل بعد كده، فده ترتيبها مش هيكون نمبر 1. طب الصورة نمبر بي حطلنا الأوردر بتاعها نمبر 1 علشان خاطر تسهل علينا الترتيب. اتنين من أصحابنا ماسكين تليفوناتهم وبيتصلوا بأصحابهم، فمكتوب تحت الصورة Let's invite. Let's invite، دعنا ندعو. Our family، our family، أسرتنا. And friends، and friends، وأصحابنا، أصدقائنا. Let's invite our family and friends، دعنا ندعو أسرتنا وأصدقائنا. فطبعا هنا الكلام المكتوب تحت الصورة بيوصف اللي موجود في الصورة فعلا، هما بيتصلوا بأصحابهم وبالفاميليز بتاعتهم، فنعمل هنا علامة صح. الصورة الثالثة مكتوب تحت منها Let's set up decorations. Let's set up decorations، خلينا نقيم، خلينا نحط الديكوريشنز او الزينة.
وموجود في الصورة فعلا الأب والأم والولد الصغير ده، وهم بيعلقوا الزينة بشكل سليم. المفروض إن دي نعمل عليها ترو ولا لأ؟ شاطرين طبعا، هنعمل ترو بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. الصورة اللي بعد كده مكتوب في مكتوب تحت منها let's help to clean up، دعنا ننظف المكان. طبعا ده بيحصل بعد السليبريشن او بعد الاحتفال، فهنا هم بينظفوا فعلا المكان، فالمفروض هنعمل هنا فعلا علامة ترو صح. واخر حاجة our family and friends arrive. our family أسرتنا and friends وأصحابنا arrive وصلوا، المفروض ان فعلا أصحابهم وأسرتهم وصلوا، فهنعمل هنا علامة ترو زي ما احنا شايفين قدامنا. المفروض ان اول حاجة هم اتصلوا بأصحابهم، تاني حاجة المفروض هيحصل ايه يا أصحابي؟ شاطرين ان هم يعملوا set up للديكوريشنز او يعلقوا الزينة، فشاطرين هنا نمبر 2. طب بعد كده شاطرين أسرتهم وأصحابهم هيوصلوا، our family and friends arrive، فهنعمل هنا number 3. طب بعد كده شاطرين هيقعدوا ياكلوا الحاجات اللذيذة اللي هم جايبينها للاحتفال، فهنا number 4. طب آخر حاجة شاطرين إن هم يعملوا clean up أو ينضفوا بعد الاحتفال، فهنعمل هنا number 5. وبكده نكون انهينا الجزء ده ونتنقل للجزء اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل للجزء الخاص بالفونكس او الصوتيات ونطق الحروف. طبعا يا اصحابي يونت 4 بتعلمنا الفونكس او الصوتيات الخاصة بنطق حرف الكيو وحرف الفي وحرف الزد، كيو في زد. وبيزي بي بتقول لنا هنا learn sounds with busy bee، learn sounds تعلم الاصوات with busy bee مع النحلة busy bee. فأول حاجة حرف الكيو بينطق زي مثلا كلمة queen يعني ملكة. أما حرف الفي فبينطق ف ف ف ف زي كلمة vet يعني طبيب بيطري، vet. أما حرف الزد زي كلمة zoo يعني حديقة حيوان، zoo. وطبعا بيزي بي جايب لنا مجموعة من الكلمات اللي موجود فيها حرف ال Q وحرف ال V وحرف ال Z، وبتقول لنا هنا look انظر and circle Q و V and Z. فأول حاجة طبعا مديانا كلمة five أو رقم 5، فهنا طبعا هنعمل circle حوالين حرف ال V. تاني حاجة question يعني سؤال، فهنعمل circle حوالين حرف ال Q. تالت حاجة كلمة buzz يعني طنين اللي هو صوت النحل، فهنعمل سيركل حوالين حرف الزد. بعد كده كلمة van اللي هي السيارة دي، فهنعمل سيركل حوالين حرف الفي. بعد كده كلمة كواك اللي هو صوت البط، فهنعمل سيركل حوالين الكيو. وآخر حاجة زياد اسم الولد ده، فهنعمل سيركل حوالين حرف الزد. واخر حاجة بيزي بي بتقول لنا عايزين نتعلم ازاي نكتب حرف الكيو كابيتال وسمول وحرف الفي كابيتال وسمول وحرف الزد كمان كابيتال وسمول. فزي ما احنا شايفين قدامنا هي بتقول لنا learn to write، تعلم ان تكتب with بيزي بي مع النحلة بيزي بي. وزي ما احنا شايفين قدامنا دي الطريقة الخاصة بكتابة حرف الكيو زي ما احنا شايفين قدامنا. لو حابب ان انت تتأكد من ان انت بتعرف تكتبه بشكل سليم، وقف الفيديو اتبع الخطوات، شغله تاني اتأكد ان انت بتتبع الخطوات بشكل سليم.
ودي الطريقة الخاصة بكتابة حرف ال V. نفس النظام، وقف الفيديو، اتأكد ان انت بتكتب بشكل صحيح، شغل الفيديو تاني. واخر حاجة حرف الزد. زي ما احنا شايفين قدامنا، دي طريقة كتابة حرف الزد. فالمفروض ان احنا هنمشي على الدوتس دي، وبيزي بي بتقول لنا هنا لوك انظر اند تريس. تريس تتبع بقلمك الرصاص. هنمشي بقلمنا الرصاص او with our pencil على الدوتس الخاصة بكل حرف، نكتبه بشكل سليم. واخر حاجة بيزي بي بتقول لنا هنا listen اسمع، لوك انظر اند complete، اند complete واكمل. فاول حاجة في ولد هنا بيقول لك اسكت. اسكت يعني quiet، quiet خليك هادي. فهنعمل هنا، المفروض ان هنا حرف الكيو هو اللي ناقص، فهنكتب هنا حرف الكيو زي ما احنا شايفين قدامنا. تاني حاجة هنا صورة بطة جميلة، ومكتوب تحت منها كلمة كواك، كواك بس ناقص حرف الكيو، فهنكتب هنا كيو زي ما احنا شايفين قدامنا. ودي صورة السيارة الفان، مكتوب تحت منها كلمة فان، فان بس ناقص حرف الفي، فهنكتب هنا في زي ما احنا شايفين قدامنا. واخر حاجة الحمار الوحشي، حمار وحشي يعني زبرا، زبرا، فهنا الكلمة ناقص حرف الزد، فهنكتبه زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون انهينا شرح يونت 4 وانهينا معاها درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون وبكده نكون انهينا شرح يونت 4. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.